بسم الله الرحمن الرحيم، بنرجع مرة تانية مع السلسلة بتاعتنا اللي بدأناها بشابتر كارديولوجي والموجهة بالأساس للزمالة المصرية. معادنا النهاردة مع الشابتر المرعب نيورولوجي، هنحاول إن شاء الله برضو نيسر الأمور كده ونبسطها زي الكارديولوجي إن شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نتكلم عنها هي السيجرز أو الإبيليبسي، وطبعا ده زيادة في البرين اكتيفيتي عامة، whatever هو كان ايه بقى، ممكن يكون سنسوري ممكن يكون موتور ايا كان. المهم احنا يهمنا هنا السيجرز على حسب بدايتها كانت في انهي حتة في البرين. بيكون النوع، في عندي نوع اسمه فوكال وفي عندي نوع اسمه جنرالايز. النوع الفوكال ده بدأت في one side of brain، اما جنرالايز بدأت في both sides of brain. الفوكال دي في منها نوعين على حسب العيان كان واعي ولا مش واعي، في منها اوير يعني واعي وامبيرد يعني مش واعي، ودي بتنقسم الى نوعين موتور ونون موتور. الموتور عبارة عن تويتشنج او جيركنج او ستيفنينج او ايا كان، لكن النون موتور بتاعتنا دي عبارة عن تغيرات في الاحساس، تغيرات في المشاعر، تغيرات في التفكير او في التجربة نفسه، حاسس انه في حاجات غلط حاسس بيها هي اصلا مش موجودة. دي بنسميها نان موتور ابيليبسي، فوكال ابيليبسي. لما تنتشر من وان لوب تو بوث لوبس يسموها سكندري جنرالايزد زمان، او حاليا بيسموها فوكال تو باي لاترال سيجرز. النوع التاني اسمه جنرالايزد سيجرز، ودي بدأ غالبا في البوث سايدز اوف برين، وده يوجوال العيان بيكون مش فايق اصلا، دايما العيان بيكون مش فايق. برضو هي اما موتور يا اما نان موتور. النون موتور تيبيكال ابسنس سيجرز، اما الموتور بقى احنا عارفينهم ان هما التونيك والتونيك كلونيك والمايكلونيك والاتونيك والتونيك كلونيك سيجرز على بعضها. في بقى النوع الثالث اسمه انون. انون ده يا اما هو نون موتور يا اما هو ان كلاسيفايد نتيجه الان اديكويت انفورميشن، يعني انت مش عارف قوي معلومات فانت مش عارف تصنفها قوي هو ده فوكال ولا جنرالايز ولا ايه القصه بالظبط. بعد كده هنتكلم عن الابيليبسي كلوكالايزنج فيتشرز، وده سؤال بيجي في الامتحان، يجيب لك شويه اعراض ويقول لك العيان ده عنده ايه. يمكن اشهرهم هي رقم واحد تمبرال لوب، واحنا بنختصرها بكلمه هيد. واحد هالوسينيشنز، هلوسه سمعيه او بصريه او بالشم او بتذوق. الحاجه اللي بعد كده الايبيجاستريك. الايبيجاستريك دي في منها ايه رايزنج وفي منها ايموشنال. في حاجة اسمها اوتوماتيزم، وده معناها ان هو بيعمل ستيروتيبيكال موفمنتس ثابتة كده، زي ان هو يقعد يلحس في شفايفه، بنسميها لبس ماكينج او جرابينج او بلاكينج، او يتخيل نفسه ان هو شاف حاجة او شاف شخص ما وهو ما شافوش، الديجافو او الديسفيزيا بوست اكتال. ده بالنسبة للتيمبرال لوب ابيليبسي كلمة هيد، هالوسينيشنز اتش اي ابيجاستريك اي اوتوماتيزم دي الديجافو والديسفيزيا بوست اكتر. يليهم بقى اقل في الشهره الفرونتال لوب ابيليبسي، وافتكر ان الفرونتال لوب ده ملك الموتور سيستم وده اللي بيتحكم في الموتور سيستم بالاساس، وبالتالي هيبقى حركاتنا كلها شغل. يعني الفرونتال لوب عباره عن موتور زي الهيد والليج موفمنت، زي مشاكل في البوستشرنج، وتلاقي العيان بعدها عنده بوست اكتر ويكنس او جاكسونيان مارش. ممكن تيجي في صورة بارايتال لوب ابيليبسي، ودي بتعمل مشاكل في الاحساس، يوجوال بيكون باراثيزيا، او ان هي تيجي في الاوكسيبيتال لوب المسؤول عن الرؤية، فتعمل لي فلاشز ان فلوترز وكان العيان عنده مشاكل في الريتنا. الريتنا داتشمنت مثلا، هو بالطبع ما عندوش حاجة ولكن الحكاية تمبري جدا وبيرجع بعد الاتاك طبيعي جدا بيشوف ولا كأن في حاجة حصلت. دي بنسميها اوكسيبيتال لوب ابيليبسي، دي مسؤولة عن الفيجوال باثواي. لما نيجي نتكلم بقى عن الابيليبسي في الامتحان بيسالك ازاي في العلاج، هو دايما بيسال على الفيرست لاين تريتمنت. اي فوكال ابيليبسي احنا بندور على حاجتين، يا كاربامازيبين ده رقم واحد او لاموتريجين رقم اتنين. لكن ان جنرالايزد ابيليبسي انت هتدور على اختيار واحد بس، الا هو الفالبروك اسيد. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه بقى هو ان الكاربامازيبين على انه هو رغم ان هو بيعالج الفوكال سيجرز، الا ان هو ساعات بيستخدم في الجنرالايزد سيجرز كسكند لاين، بس بشرط مش في حالات الابسنس والمايكلونيك، لان الكاربامازيبين بيكزوربيت الابسنس والمايكلونيك سيجرز. عشان بيجي سيناريوهات في الامتحان انه العيان يبقى عنده ابسنس او مايكلونيك سيجرز، يقول لك مين من الادويه دي
should be avoided or must be avoided. تقول مين على طول؟ كاربمازيبين. كلام سهل. نيجي هنا بقى السيناريو مهم جدا لو انه واحدة حامل. واحنا لو حد عنده شوية معلومات هيعرف انه اغلب الادوية الانتيبيوتيك ليهم مشاكل مع الحمل, في حاجات تنفع وفي حاجات لا. ده ان شاء الله نتكلم فيه في الفارما. ولكن لو قالك انه في واحدة بريجننت كانت قبل كده ابليبتيك وماشية على العلاج والكنترولد وليكن هو الفالبروك اسيد ودلوقتي هي حامل, فجات لك كجي بي, انت تعمل ايه بقى؟ هل هتوقف العلاج على طول ولا انت هتكمل عليه وهتعمل لها ريفيرال على طول لحد نيروجيست عشان خاطر يبدي رأيه في ايقاف العلاج من تكملته؟ طبعا هنا اهم حاجة don't change anything and just refer her to a neurologist. نقطة مهمة جدا جدا برضو من الاسئلة بتيجي في الامتحان, اوعى تغير علاج ابيليبسي لحد كان ماشي عليه وكنترول, بالعكس سيبه عليه حتى لو هو هيبقى كونترا انديكيتد, وحوله حد نيورولوجي عشان يبدا يدسكس مع العيان البنفيتس والريسك بتاع العلاج. لو انا وقفت العلاج ايه الريسك, ولو انا كملت ايه الريسك وايه البنفيت, عشان يبقى هو على درايه بكل شيء, لان هو معرض ان هو لو وقف العلاج ده في الحمل كمثال الست دي ان هو ممكن يحصل اكزازوبيشن اصلا لمين, للابيليبسي. نيجي نتكلم بعد كده عن الستيتس ابيليبتيكس, نقطة مهمة جدا. يعني استيتس ابيليبتيكس يا اما اكتيفيتي مرة واحدة سنجل سيجر اكتر من خمس دقايق خدت بالك, يا اما اكتر من او يساوي اتنين بينهم خمس دقايق, وفي خلال الخمس دقايق العيان اصلا مرجعش للكونشوس ليفل بتاعه, يعني العيان كان لسه ستيل ديستوربت كونشوس ليفل في التو اتاكس. يبقى يا اما واحدة خمس دقايق يا اما اتنين او اكتر بينهم خمس دقايق, والعيان خلال الخمس دقايق دي ماله ما كانش فايق اصلا. الفيرست لاين تريتمنت بعد ما تعمل سكيورنج الاير واي والاكسجين وتشوف سكر واطي ولا لا, هو انك تدي حاجة بنزودازبين اللي هي الدازيبام او اللورازيبام. اللي شاف منكم مسلسل هاوس هيلاقي ان هو كان دايما بيدي اللورازيبام, وده هتلاقيها في تاني جملة مكتوبة انه في الهوسبيتال سيتنج الاي في لورازيبام جنرالي يوزد. اما لو انت بره المستشفى ولسه جاي المستشفى وعايز توقف الاتاك, ففي فورملا معموله من الدازيبام بالريكتال, وفي فورملا معموله من الميلازولام بكر تمتص عن طريق ميوكس ممبرين بتاع مين, بتاع الماوس, فعادي جدا جدا. طيب العيان ممكن جنرالي ممكن نعمل ريبيتنج للعلاج في المستشفى كل 10 ل 20 دقيقه مره واحده لحد ما تكنترول مين السيجرز. افرض بقى انه العيان ongoing despite الفيرست لاين تريتمنت, تخش على السكند لاين الا وهو فينايتوين او فينوبربيتون انفيوجن. يبقى فينايتوين او فينوبربيتال انفيوجن احنا يجوز نستخدم مين الفينايتوين. افرض بقى انه ما جابش نتيجه خالص والامور لسه ضايعه جدا جدا يا ابني, وقال لك ايه هو الثيرد لاين, طبعا تو انديوس جنرال انستيزيا from 45 minutes from onset, والعيان خد انتي ابيليبتيك وما تحسنش ولسه بيفتس, يبقى الخطوة الجاية انك تعمل induction of general anesthesia. يعني انت هتجيب مين من الاخر دكتور تخدير, هتعمل referral to دكتور anesthesia عشان خاطر يبدأ induce general anesthesia. هي دي lines of treatment بتاعتك في العيان, رازيبام يا ده يا اما السكند لاين تريتمنت فينايتوين او فينوبربيتال, يا اما اندكشن اوف جنرال انستيزيا. ما استناش لان اكتر من كلا عام ممكن يموت فيها. نيجي نتكلم عن نوع معين اللي هو النون موتور فورم من جنرالايزد ابيليبسي, الا وهي الابسنس سيجرز. بتيجي في سن اطفال صغيرين يوجوالي من سن 3 ل 10 سنين, وبيقولوا ان البنات افكتد توايس اكتر من البويز, لكن ما يهمنيش افتكر بس الانست. وده طفل بيروح كده في الوعي كده لثواني يجوله بيرجع بسرعة بعدها. يجول الطفل ده بتلاقي حد عنفه ولا حاجة, فبدأ يبقى بيعيط بيتشحتف, فيحصل هايبر فنتيليشن او يحصل استرس, ويبدأ يظهر عنده الاعراض. ما بيبقاش واعي ايه اللي بيحصل اثناء السيجر اكتيفيتي ولا واعي حتى بالاتاك. ممكن تحصله كذا مرة في اليوم. يجول بنلاقي ان المدرسة بتاعته هي اللي بتاخد بالها من الحكاية دي من الطفل, يعني ساعات الام ممكن تشوفها. هنا علاجها ايه؟ زي اي جنرالايزد ابيليبسي عادي جدا, فالبروك اسيد, و 90-95% من الاطفال دول بيبقوا كويسين جدا جدا في الادوليسنس, يعني ما بقاش عندهم اي اعراض ولا في اي ازمه خالص. نيجي بعد كده لتو سيناريوز مهمين جدا, انك تلاقي حد عنده فايرال انفكشن زي المامبس او الميسلز او الروبيلا, اي فايرال انفكشن من الاطفال
اللي بتصيب الاطفال دي المشهوره في الاطفال اكتر، يجي بعدها بهيدك وفيفر ونوزيا وفومتنج ثم موتور او سنسوري ديفيسيتس في خلال شهرين. هنا سمتايمز عشان شخص عيان زي ده بتعمل ام ار اي، يجي مثلا الطفل وعنده مين، عنده مثلا بارابريسز مثلا كمثال، او مش بارابريسز او يعني بتلاقي عنده اعراض زي ما قلنا كده بالظبط، الفيفر والنوزيا والهيديك والنيوريجيكال سيمتومز سباستيسيتي في اي حته من جسمه، مشاكل في الاحساس، يعمل لي حاجه اسمها اكيوت ديسيمينيتد انكيفالومايلايتس، ودي بنسميها ادم اي دي اي ام، بتشخص بالام ار اي. وانس ان انت لقيت التشخيص ده، هو اللي هيسالك غالبا ايه هو الفيرست لاين تريتمنت فور ذا كيس، ان العيان ياخد اي في جلوكوكورتيكويدز يعني سترويدز يعني، وممكن تفكر في اي في اي جي عشان تهدي الاتاك شويه عن الطفل ده. طبعا يعني بمرور الوقت غالبا الاطفال دول برضو بيحصل سام سورت اوف ريكفري كويس جدا جدا، او ان هو يجي لك بواحده غالبا وسنها صغير، او يعني مثلا تلاتينات اربعينات او اكتر شوية، وتلاقي عندها ترياد تلات حاجات، يا اما disturbed conscious level اللي هي الدي سي ال، الحاجة اللي بعد كده ال abnormal psychiatric behavior، بمعنى بيكون فيها agitations او hallucinations او delusions او disordered thinking، ومعاها في نفس الوقت autonomic instability. هذه الثلاثية دي سي ال psychiatric behavior autonomic instability should raise suspicion for anti-NAMDA receptor encephalitis، نوع من انواع الامراض المناعية اللي بتصيب قشرة المخ، مكتشف حديثا تقريبا في 2007، ووجدوا انه نص الحالات اللي بتتشخص بالنامدا receptor encephalitis نصهم عندهم في الفيميلز يعني ovarian teratoma. فدي نقطة مهمة جدا برضو عشان تعرفها فين هنا. برضو ده علاجه هو هو بالضبط steroids plus IVIG او plasma pharesis عشان خاطر تبلوك الاتاك. نيجي بعد كده الموضوع تاني مهم جدا جدا، الا هو الافيزيا اللي هو العيان بيقطع نطق تماما. في عندنا الافيزيا نوعين، في عندنا افيزيا فيها السبيتش فلوينت ولا مش فلوينت. السبيتش لو فلوينت ناحية اليمين هنا اهو، فده معناه انه الاريا المسؤولة عنه اللي هي البروكاس اريا في الفرونتال لوب كويسة. اما لو كان السبيتش مش فلوينت فمعنى كان البروكاس اريا فيها مشكلة. طيب لو السبيتش فلوينت انت بتدور على الكومبريهنشن، بمعنى ايه؟ يعني العيان هنا بيعرف يتكلم سبيتش فلوينت بس كلام ملوش معنى، ولكن العيان في نفس الوقت اخباره ايه؟ مش فاهم اصلا ايه اللي بيتقال. يعني هو بيعرف يتكلم كلام وجمل كامله يعني، انما مش فاهم ايه اللي بيتقال. دي بنسميها مشكله في الكومبريهنشن، ودي معناها ان انا عندي فيرنيكيز افيزيا. الفيرنيكيز افيزيا مسؤولة عنها ليجن في السوبيريو تيمبرال جايرس، دي موجودة فين؟ في التيمبرال لوب، ودي مسؤولة عنها الانفيريور ديفيجن بتاع الليفت ميدل سيريبرال ارتري، يوجوالي بيكون في الدومينانت هيمسفير اللي هو الليفت يعني. ده اسمها فيرنيكيز افيزيا. الحاجة اللي بعد كده هو انه لو كان العيان ده عنده السبيتش فلوينت بس الكومبريهنشن انتكت، يبقى المشكلة هنا conduction aphasia. هنا العيان ده تبقى عنده مشكلة لطيفة جدا، ما بيعرفش يكرر الكلام، يعني هو الوقت فهمك وفي نفس الوقت بيتكلم كويس وكلامك وكلامه مفهوم، بس لو انت مركزتش قوي وسألته عيد الكلام مرة تانية ما يعرفش يعيده. ده بنسميها conduction aphasia، وده مشكلة في الأركويت فاسيكيلا الحقيقة، هي دي اللي بتعمل التناغم ما بين الفرنتال وبين التيمبرال لوب اللي هو البروكاس اريا وبين السوبيريور تيمبرال جايرس في التيمبرال لوب. دي حاجة هنجيب سيرتها حالا. اما بقى لو السبيتش من الاول نون فلوينت اصلا، فانت هتسأل السؤال كومبريهنشن انتكت ولا لا. لو كان الكومبريهنشن انتكت يبقى دي بيور بروبلم في الفرونتال اريا، بنسميها البروكاس اريا يعني، وبيسموها بروكاس افيزيا. اما لو كان لا بيتكلم كويس ولا هو فاهم، فدي طبعا لا ده ولا ده، طبعا هنا بتبقى جلوبال افيزيا. لاحظ ان البروكاس اريا موجودة في الانفيريور فرونتال جايرس، ودي تيبيكلي سبلاي باي السوبيريور ديفيجن اوف ليفت ميدل سيريبرال ارتري. ذاتس واي الليجن اللي بتجيب الميدل سيريبرال ارتري غالبا بينتج عنها افيزيا ايا كان شكلها. اخيرا النوع الثالث اللي قلنا عليه اللي هو الكوندكشن افيزيا، نتيجة مشكلة في الاركويت فاسيكولاس.
نيجي بعد كده لحاجة اسمها أرنولد كاري مالفورميشن، ودي عبارة عن هيرنيشن للسيريبيلر تونسلز ثرو الفورامين ماجنوم زي ما انتم شايفين هنا كده بالظبط، وبالتالي دي بينتج عنها شوية مشاكل. المشكلة الأولانية هو انه بيحصل هيدروكيفلس which is obstructive hydrocephalus او non-communicating hydrocephalus لانه كده بيقفل فورث فنتركل ليومن. الحاجة اللي بعد كده انه بيحصل وراها هيديك طبعا. الحاجة التالتة انه بيحصل معاها سيرينجوميليا، دي هنتكلم عنها ليتر اون. دي معناها فلويد فيل سيستا يكون موجود في السنترال كانال بتاعة البنستيم والسباينال كورد. طبعا السيرينجوميليا تقصد بيها السباينال كورد طبعا. ده الارنولد كياري مالفورميشن. افتكر الكومباينيشن اوف هيديك ان نون كوميونيكيتنج هيدروكيفلس والسيرينجوميليا شود ريز سسبشن فور ارنولد كياري مالفورميشن. ما بيسألش فيها كتير بس مهم تعرفها. بعد كده بقى هنتكلم عن نوعين من انواع السباينوس ريبيلر اتاكسيا، او بمعنى اخر يعني هيرديتري اتاكسيا. يعني هيرديتري ريبيلر اتاكسيا عندي منها نوعين، عندي منها حاجه اسمها فريدرايخ اتاكسيا وعندي حاجه اسمها اتاكسيك تلانجكتازي. بيجي فيهم اسئله كتير في الامتحان فمهم جدا تفرق ما بينهم. كلاهما اوتوزومال ريسيف كونديشنز بتافكت السيريبيلم ريزلتنج ان سيريبيلر اتاكسيا، وهنتكلم عنها ايه هي الفيتشرز بتاعتها، وبيبدأ في سن صغير. غير انه اللي بيحصل كالاتي، افتكر انه الاتاكسيا تلانجكتيزيا دي تبدأ بحرف الالف او بحرف الاي، وبالتالي حرف الاي هو اول حروف مين؟ اول حروف الانجليزي، عشان تفتكر ان هي بتبدأ بدري جدا 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 من سن سنة لخمس سنين. وما ان هي حرف الاي، ايه مشكلتها بالظبط؟ هي مشاكل في الدي ان اي ريبير انزيمز بينتج عنها مجموعة من المشاكل. الحاجة الأولانية التاكسيا من اسمها، الحاجة التانية من اسمها برضو تيلانجكتيزيا، يعني في سبايدر أنجيوما في الطفل ده. الحاجة التالتة ان هي بحرف الاي فيها اي جي اي ديفيشنسي، ودي بتبريدسبوز الى ريكارنت ساينوبالمونري انفكشنز لحد ما نتكلم عنها. الطفل ده اللي تلقونه بيبقى عنده انكريز دي ريسك اوف لوكيميا والليمفوما للأسف. دي التاكسيك تيلانجكتيزيا اللي بتحصل في السن الصغير. بعدها بشوية بيحصل بقى حاجة اسمها فريدرايخ التاكسيا أو فريدريتش التاكسيا. الفريدريتش التاكسيا بتظهر من سن 10 لـ15 سنة ليتر اون شوية يعني. ودي تراي نيوكليوتايد ريبيت، دي تراي نيوكليوتايد ريبيت تيبيكالي يكون جي اي اي ريبيت. افتكروا الله يكرمكم الأسباب ده اهي، على الفراتاكسين جين. و ما بيحصلش انتسيبيشن. بمعنى انتسيبيشن يعني ايه؟ معناها ان انا لما يكون في عندي جيل دلوقتي مصاب بالمرض ده، الجيل اللي بعده يصاب في عمر قبل كده، يصاب في عمر قبل كده. دي اسمها ظاهرة الانتسيبيشن في الجينيتكس. هنا نو انتسيبيشن، يعني مش معنى انه حد اتصاب النهاردة انه اللي هيجي من ولاده مثلا بعد كده هيتصاب في عمر قبل كده، لا، مفيش فيها ظاهرة ايه الانتسيبيشن. بينتج عنها مجموعة من المشاكل حقيقة برضو الفريدج التاكسيا، الا وهي الهوكا. بنبص عليها رقم 4. اشهر سبب الوفاة في الناس دي هي ان هما بيحصل لهم هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو، ما يبقى سيدي الكلمة انها في الكارديو، او يصابوا بدايبيتس ميليتس، او يصابوا بعض السكريتال ديفورميتز ان ذا فورم اوف سكيفوسكوليوزيس نتيجة ضعف في الماسكلوسكيتال سيستم بتاع الناس دي، بلس اوبتيك اتروفي. طبعا لا تنسى ان طبعا في اصلا التاكسي، عشان كده سموها مين؟ التاكسي، اللي هو السيريبيلر التاكسي. بتحصل في سن ليتر اون من 10 لـ15 سنة، عشان ما تستغربش وما تبقاش متلخبط انهي التاكسي منهم بالظبط. هنيجي بعد كده نتكلم عن السباينال كورد ليجنز، احنا بنتلخبط فيهم كتير. خلينا اقولك التراكتات المبشورة عندنا ايه وايه وظيفتها، وبعد كده اقولك على طول ازاي تميز الليجنز من بعضها. مبدئيا عندي موتور سيستم او موتور تراكتس يعني، وعندي سنسوري تراكتس، دي طالعة ودي نازلة. الموتور تراكتس عندي منها نوعين اساسيين، عندي منها بيراميدال سيستم وعندي منها اكسترا بيراميدال سيستم. البيراميدال تراكت دي المسؤولة عن ان هي تعمل كنترول من البرين على السباينال كورد اللي بيتحكم في باقي الماسلز بتاع الجسم. هنا لاحظ الاتي، ان العيان لو عنده ليجن في البيراميدال تراكت فبيحصل له سباستيك باريسز، يعني بيحصل سباستيستي في العضلات، يعني ممكن تكون بقى هيمي
ممكن تكون باي لاترال انت وحظك. طبعا لو بنتكلم في حاجه باي لاترال يبقى غالبا فين؟ في اللور ليمب، يعني بارا باريسس، يعني اما هيم باريسس سباستيك هيم باريسس، يا اما سباستيك بارا باريسس على حسب الليجن فين. دي البيراميدال تراكت وبيطلعوا يوجوالي في الاتجاه ده هنا اهو كده، وده بنسميه الدورزال كولم. الدورزال كولم كذلك بيطلع فيه في السنسوري سيستم، وده اللي يهمني، مش عاوزين حاجه قوي في الاكسترا بيراميدال. انما على النقيض السنسوري سيستم في الدورزال كولم برضو بيطلع مين؟ بيطلع الجراسيلو كونييت، الجراسيلو كونييت تراكت. انا اسف البيراميدال تراكت بيطلع، بس بيطلع على البريفري بتاع السباينال كورد من الاخر يعني. اما على النقيض السنسوري والاسندنج باثويز بقى اشهرهم الجراسيلو كونييت تراكت، مسؤولين عن التاتش، مسؤول الفاين تاتش، ومسؤولين عن البروبيوسبشن. دي الجراسيلو كونييت. في سباينو سيربيلر تراكت مسؤولين طبعا عن البالانس ما بين السيربيلر وما بين السباينال كورد، يعني دول يعملوا التاكسيا لو فيهم مشكله. في بقى نوع من انواع التراكتات مهمه جدا جدا، اللاترال سباينو سيراميك تراكت. انا عندي حاجه اسمها انترو لاترال سيستم. اللاترال سباينو سيراميك تراكت من السنسوري انبوت اللي بيجي من السكن بيدخلوا بقى فين؟ بيدخلوا وبيعملوا كروس عن طريق السنترال كانال، بيعملوا كروس للسنترال كانال بتاع السباينال كورد عشان يروحوا الناحيه الثانيه. وبالتالي اي ميد لاين ليجن، اي ميد لاين ليجن ممكن ينتج عنها مين؟ ضرب لللاترال سباينو سيراميك تراكت، وبالتالي العيان يبقى عنده بين تمبريتشر لوست. الاثنين الكلام اللي انا قلته ولا تاخد بالك منه خالص، تعالى نميز الليجنز من بعضها. اول حاجه عندي حاجه اسمها براون سيكارد سيندروم. يعني ايه براون سيكارد؟ يعني نص السباينال كورد بالظبط مضروب، نص السباينال كورد مضروب، بنسميها هيمي سيكشن اوف سباينال كورد. وطالما في هيمي سيكشن يبقى انا هضرب منه مين؟ البيراميدال تراكت، ادي حاجه، وهضرب مين كمان معاها؟ اللاترال سباينال تراكت. فعشان كده العيان بيكون عنده هيمي سيكشن، يعني نص السباينال كورد مضروب، وبالتالي يونيلاترال سباستيك باراليسيس، ادي نوع، دافت في اتجاه، وكونترالاترال بين اند تمبريتشر لوس، ده البراون سيكارد. يبقى نصه ابسيلاترال باراليسيس ونصه كونترالاترال بين اند تمبريتشر لوس، ادي حته حركه وحته احساس. السيرينجوميليا بقى لسه بنتكلم عنها من شويه، دي عباره عن فلويد فيلد سيست بتقور السنترال كانال بتاع السباينال كورد، يعني مشكلتها في خط النص هنا، وبالتالي مشكلتها في النص هنا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هتبدا تضرب مين؟ هتبدا تضرب الكروسنج فايبرز اللي هي اللاترال سباينو سيراميك تراكت. فيبقى عندي لوس اوف بين اند تمبريتشر تيبيكالي بيكون في السيرفايكال اريا، نيك وشولدرز وارم، وكذلك لور موتور نيرون ليجن، لان هي لما بتكسباند بتضرب حته هنا اسمها الفنترال هورن. الفنترال هورن دي بيطلع منها الموتور فايبرز اللي هي مفترض ان هي بتدي امين الريسبونس للماسلز. فلما بتضرب هنا انت بتعمل لور موتور نيرون ليجن. وطبعا بما اننا في السيرفايكال اريا فالموست افكتد بارت هو الهاند غالبا، فبيحصل لور فلاسيد باراليسيس افكتنج الهاند نتيجه الافكشن بتاع الفنترال هورن، بلس loss of pain and temperature نتيجة الافكشن بتاع الكروسنج lateral spinal ceramic tract. تعال نشوف بقى الباقيين يا عم الحاج. لما تلاقي عندك bilateral spastic paralysis ومفيش مشكلة في البين، يعني في البين intact والtemperature intact، العين حاسس يعني، بس عنده bilateral spastic paralysis، هنا العين ده على طول هيبقى غالبا عنده subacute combined degeneration of spinal cord او Friedreich ataxia. يا دي بنفرق بينهم ازاي؟ انك تلاقي intention tremors. لو جاب لك في الحالة ان العيان ده عنده bilateral spastic paralysis ومعاه في نفس الوقت intention tremors، ده على طول Friedreich ataxia. اما لو ما عندوش intention tremors، يعني هو ما عندوش مشكلة في البين والtemperature، بس هو عنده bilateral spastic paralysis وهتلاقي عنده مشاكل غالبا في التاتش والحاجات دي، ده على طول subacute combined degeneration of spinal cord caused by vitamin B12 deficiency. نفس الشيء بقى لو ان العيان عنده باي لاترال سباستيك باراليسيس بس عنده بين لوس اند تمبريتشر لوس برضو على الناحيتين، هنا على طول يساوي انتيريور سباينال ارتري اوكليوجن. ارجوك افتكر الحته دي،
بسهولة هتعرف ان شاء الله تفرق بين الحاجات دي في الامتحان في لمح البصر من غير ما تقعد تتخدع كتير. طبعا مش معنى ان انا قلت انه مفيش بين نص وتمبريتشر نص ان مفيش مشكلة في التاتش، لا يعني اللي فوق دي فيها مشاكل في التاتش عادي وفي البروبيسبشن، انما ركز قوي قوي ان هو باي لاترال مش يوني لاترال، يعني مش ابسي لاترال ولا كونترا لاترال، لا هو باي لاترال سباستيك باراليسيس. لو معاها بين نص يبقى انتيو سبان ارتوكلوجن، لو البين معاها انتكت والتمبريتشر معاها انتكت يبقى اس سي دي او فريدريتش اتاكسيا. اخيرا بقى لو جاب لك مشكله بيور سنسوري لوس، بيور لوس اوف فايبريشن اند بروبيوسيبشن، يعني معنى كده ان انا الدورز الكولم بس اللي مضروب وده اللي بيشيل الجراسيل الكورنيت تراكت عشان يطلعها البرينستيم، ده على طول تيبس دورزاليس كوزد باي تيرشري سيفلس، كوزد باي تيرشري سيفلس. هنتكلم بعد كده عن حاجه مشهوره قوي اسمها فيشيال بولسي. لازم تعرف النيرف سبلاي بتاع الفيشيال نيرف بيدي ايه بالظبط في العيان. في الفيس بيدي المسلز اوف اكسبريشن، في الاير بيدي نيرف تو ستابيدياس، وبالتالي لما بيحصل فيه دامج العيان بيحصل عنده نوع من انواع الحساسيه الزايده المبالغ فيها جدا للصوت. اكوزس التيست بي سبلاي الانتيريور تو ثيرز اوف ذا تانج، وبالتالي لما بيكون مضروب بيحصل لوس اوف سنسيشن، لوس اوف تيست في الانتيريور تو ثيرز دول. والتير وده نتيجه الباراسمباستيك فايبرز اللي رايحه للاكريمال والسليفر جلاندز، فهنا العيان يبدو ان هو عنده الى حد ما دراينس في بقه ودراينس في عينه، وبالتالي ده شيء مهم جدا عشان في مانجمنت الفيشيال بولسي احتاج ادي ارتفيشال تير لو كان العيان مش قادر يفتح عينه دراي. ايه هي الكوزز اوف باي لاترال فيشيال بولسي؟ cause of bilateral facial palsy، افتكر ان انت عندك حاجتين يعتبروا bilateral مشهورين جدا جدا، الا هما اخر اتنين. اخر واحده خالص اسمها البيلز بولسي، دي bilateral. الحاجه التانية اللي bilateral برضو نوع من انواع الاورام اسمها bilateral acoustic neuroma، ودي هنتكلم عنها قدام later on. caused by neurofibromatosis type 2. والغلس، افتكر بقى الغلس GLS، جي جيليان باري سيندروم، ال لايم ديزيز ده بكتيريا انفكشن كوزد باي البوريليا بروكدورفري، بتتنقل بالهارد تك، مشهوره في الامريكان اكتر يعني في اماكن كتير في امريكا وفي العالم، او الساركويدوزيس حرف الاس، دي تالت حاجه. دي اسباب الباي لاترال فيشال بولسي، الاسباب الغلسه للباي لاترال فيشال بولسي. يبقى عندك باي لاترال حاجتين، بيلز بولسي ممكن تبقى باي لاترال، والاكوستيك نيوروما باي لاترال مع نيورو فايبروماتوس تايب 2، والغلس. السؤال الجاي بقى هنا في الام سي كيو يشلوحك كده يمين وشمال عشان يقولك هو ده ابر موتور نيورون فيشال بولس يا ابني ولا لور موتور نيورون فيشال بولس يا ابني. بص يا حبيبي، لو تفتكر يعني احنا عندنا الابر موتور نيورونز الفيشال نيوكليوس، الفيشال نيوكليوس في البرين بتاخد بايلاترال انرفيشن، بتاخد بايلاترال انرفيشن، وبالتالي لو جزء مضروب فالجزء التاني شغال، وبالتالي في الابر موتور نيورون ليجن بيحصل سبير للفيس. بمعنى ايه؟ العيان يقدر يعمل حركه فريسكا اندهش كده، اللي هو يعمل تلاقي رينكلز فوق عينيه ويقدر ان هو يغمض ويفتح عينيه، مفيش مشكله خالص في الايليدز ولا في مشكله في الرينكلز اللي موجوده عنده بتكون انتكت. الرينكلز في الفور هيد وفتحه وقفله عينيه بتكون يوجوالي انتكت في عيان الابر موتور نيرون ليجن. فافتكر ان الابر موتور نيرون بيسبيرز الابر فيس اللي هو الفور هيد، في حين ان اللور موتور نيرون ليجن بيأفكت فوق وتحت، فتلاقي العيان عنده الرينكلز لوست في المكان اللي فيه الليجن، وكذلك تحت كذلك تلاقي فيه دروبينج فيم في الانجل بتاع الماوس. تعال نشوف اصلا بقى دي اسباب الفيشيال بولسي عشان تبقى عارفها. خد بالك انه الابر موتور نيرون بيكون يوجوال كوزد باي ستروك، اما اللور موتور نيرون بقى حاجات كتير جدا. هنتكلم عن البيلز بولسي حالا، هنتكلم بعد كده عن الرامزي هان سيندروم 2، هيربس زوستر انفكشن، اكوستيك نيوم هنتكلم عنها 3، الام اس هنتكلم عنه ادي 4، وغيرهم الباروتيد والاتش اي في والدايبيتس. ايه قصة الفيشيال بولسي؟ نبص على الشاب اللي موجود في الصورة ده اهو، زي ما انت شايف كده بالظبط الجزء ناحية الشمال هنا اهو، اللي بالنسبة لك ده يمين
ده بالنسبة له هو شمال. فالليفت سايد عند العيان ده أخباره إيه هنا؟ انتكت، تلاقي في رينكلز بتاعة الماوس الأمور فيها كويسة وزي الفل، الأنجل بتاع الماوس كويسة اهيت، وفي رينكلز في وشه أهو. تعال على الناحية التانية بقى، مفيش رينكلز هنا في وشه، مفيش رينكلز فوق عينيه خالص، الأنجل بتاع الماوس دروب ده عند أهي، ده على طول يبقى هو عنده مشكلة فين؟ ناحية اليمين. ايه الفيتشرز بتاعة البيلز بولسي؟ يوجوالي لور موتور نيرون فيشيال بولسي، وغالبا ما حدش فاهم ايه سببها. الفور هيد بتكون فيها افكتد طبعا، بلس ان العيان ممكن اكسبيرينس بوست اوريكولار بين ماي بريسيد باراليسيس وذ اولتر تيست دراي ايز اند هايبر اكوزس، عشان السبلاي اللي اتكلمنا عنه في الاول بتاع الفيشيال نيرف، يعني البوست اوريكولار بين بسبب النيرف توستوبيديس بيوجع العيان ده، وكذلك الهايبر اكوزس. الالتر تيست في الانتيريور تو ثيردز اوف تانج with dry eyes نتيجه اللاكريمال جلاند، النيرف سبلاي بتاع القطعه اللي بيروح لمين؟ للاكريمال جلاند. طيب دي نقطه مهمه جدا جدا. العيان ده تيبيكالي بنديله اورال بريدنيزون خلال 72 ساعه من الانسر بتاع البيلز بولسي، ده علاجه اورال مش اي في، اورال بريدنيزون. الانتي فايرال بيقولوا ان هي ريزيرفد فقط للسيفير فيشيال بولسي، انما نيفر ايفر فيرست لاين تريتمنت، عمرك ما هتستار الانتي فايرال في عيان بيلز بولسي في الامتحان. يوجوالي هو لو هيسالك عشان تحط الفيرست لاين تريتمنت تقول له مين؟ اورال بريدنيزون بس. لا معاه كمان بقى حاجات سبورتيف، لازم احط تيرز واي لوبريكانت، ما قلنا ان عينه بيكون فيها دراينس، فمهم جدا جدا الارتفيشال تير واللوبريكانتس لعينه. والادهم من كده، العيان بيعرف يقفلها ولا لا اصلا؟ العيان لما مش بيعرف يقفل عينه وهو نايم، لازم العيان ده يتحط له شريط عشان يقفل عينه وهو نايم. طب ايه المشكله؟ لو مفتوحه وهو نايم ممكن يحصل له ريسك كيراتايتس، يحصل التهاب فين؟ في الكورنيا. فده كلام مهم جدا. نيجي بعد كده بقى لنوع من انواع الاي ان تي ليجنز في الاير بالتحديد. لما تلاقي العيان جاي بيشتكي لك ان هو كان بيلف راسه راح ناحيه اليمين وهو بيتقلب على السرير، فجاه لقى الدنيا بتلف بيه، فيرتايجو تريجرد باي تشينج ان هيد بوزيشن، زي كان العيان بيلف على السرير او كانه جيزنج ابورد بيبص فوق على حاجه فلقى الدنيا لفت بيه. This is the classic definition of benign paroxysmal positional vertigo. دي حاجة مشهورة قوي في الامتحان، وهنا يسألك عليها سؤالين بالتحديد. السؤال الأولاني يا ابني، how to confirm diagnosis dixal pike maneuver و how to treat this patient usually بحاجة اسمها EBLA maneuver. انت محتاج تعرفهم ابدا، اعرف اسمهم بس. الدكسول بايك مانوفر ده اللي بنعملهم في التشخيص، والإبلي مانوفر used to treat these patients، ده عبارة عن classifications micro classifications كده موجودة في السيميسيركل كنالز، واحنا بنعمل مانوفرز دي الابلين مانوفر ده بهدف ان احنا نبعدها عن الاستريم بتاع السيميسيركل كنال اللي هي بتخلي العيان يبقى عنده abnormal discharge من البوست ايرز، من affected ear ان صح التعبير، فresult in vertigo. نيجي بقى بعد كده حاجة تانية في الـ ANT برضو، انك تلاقي recurrent attacks of vertigo tinnitus with sensory neural hearing loss. اللي فوق كان vertigo بس، لكن ده vertigo وزنة tinnitus with sensory neural hearing loss. These are the triad of Meniere's disease. Meniere's disease. الacute attack منه بقى اللي بنديها البكل او intramuscular prochlorpyrazine، خد بالك ان احنا بنقول بكل يعني عن طريق الفم، او intramuscular، و sometimes العيان ده بنعمل له admission. وفوق بريفنجن بندي البيتا هستين، اللي هو البيتا هستين اللي بنديه للعيانين، اللي هو البيتا سيرك يعني، وساعات بنعمل vestibular rehabilitation exercise. البيتا هستين ملوش اي دور في حالات البوزيشنال فيرتايجو، مش قوي يعني، انما له دور عظيم جدا في المينييرز ديزيز. نيجي بعد كده نتفرج على الحالة الجاية، حاجتين نتكلم عنهم بقى ليهم علاقة شوية بالسيرفايكال باثولوجيز يعني في العيان. الحاجة الاولانية ان يحصل انفكشن او تروما او فاكسينيشن، ايا كانت ايه منهم المشكلة. يعني العيان خد تطعيم مثلا بتاع الهيباتيتس بي، فبعدها يحصل له اكيوت يونيلاترال يوجوالي او بايلاترال سيفير بين فولو باي ويكنس اند ويستنج اوف شولدر اند سكابيولار ماسلز. لما تلاقي المشكلة ان هي بدأت ببين ثم ويكنس اند ويستنج في الشولدر والسكابيولار ماسلز، يعني في البروكسيمال ماسلز، يعني دي بنسميها بريكيال نيورايتس،
المشكلة الأساسية فيها إن هي sometimes ممكن تطول الفرينك نيرف فتخلي العيان بينهج، اسمها breathlessness. لكن الفيتشرز هنا في العيان ده usually زي ما انت شايف كده variety of motor weakness and sensory weakness، وساعات يكون فيها bladder أو bowel dysfunction. المشاكل زي ما قلنا shoulder وscapular، فيجوال العيان بيشتكي من neck pain. العيان ممكن يشتكي من white based أو ataxic أو spastic. حد يقول لي ايه علاقة الكلام ده باللي فوق؟ اقول لك مالوش اي علاقة، this is not brachial neuritis، لان brachial plexus مش بتصيب اصلا مين، مش بتصيب lower limb ولا بتصيب البول. فانت هنا بتدور في حاجة تانية اسمها cervical spondylotic myelopathy. هنا بقى بيحصل كومبريشن بشكل معين، osteoarthritis في vertebral bodies ينتج عنها كومبريشن لمين؟ للسباينال كورد. هنا بقى لما اعمل كومبريشن للسباينال كورد في ليفل عالي او كده سيرفايكل، هتلاقي فيه مشاكل فوق وتحت، هتلاقي فيه مشاكل فوق وتحت. طبعا بما ان اللور ليجز تحت الليفل بتاع الليجن، فاي ليجن في السباينال كورد اللي تحتها بيحصل فيه ابر موتور نيولون ليجن، فبيحصل ابر موتور نيورون ويكنس في اللور ليجز، وبالتالي في هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وبابنسكي ساين اللي هي الابجون بلانترز، دورزي فليكشن في البيك 2 مع فانينج في الاذر 4 2s، مع موتور ويكنس وسنسوري لس وبلادر ام باول فانكشن. اذا العيان عنده حاجات فوق وتحت، يبقى العيان لما تلاقيه متدمر كده فوق وتحت ومعاه نيك بين، ده سيرفايكال سبوندايلوتيك مايلوباثي. اما لو العيان زي الاخ اللي فوق ده كده مشاكله بس في الشولدر والسكابيولا بس، دي اسمها بريكيال نيورايتس. دول اتنين ديفرنشال دياجنوس. الحاجه الثالثه بقى اللي شبههم حاجه اسمها ديجنراتيف سيرفايكال مايلوباثي، ودي مشاكل برضو ممكن تكون في النك والابر واللور ليمب. يكون معاها لوس اوف موتور فانكشن، زي ان العيان مش عارف يعمل سيمبل تاسك زي كأنه هو يمسك المعلقه وياكل، او ان هو يزرر التيشيرت بتاعه. ولوس اوف سنسوري فانكشن، تعمل نامبنس. لوس اوف اوتونوميك فانكشن، يورينري او فيكال انكونتنس او امبوتنس. وحاجه اسمها هوفمان ساين، دي عباره عن ايه، gentle flicking one finger on a patient hands. بمعنى ان انت كأنك بالظبط بتعمل نظرية ايه الاستك، تيجي على صباع من صباع العيان وتعملها فليكرين كده بصباعك، زي بالظبط كده كأنك مثلا بتمسك امبول عشان تفتحه، فبتقعد تعمل فليكرين كده بصباعك الاول وبعد كده تقوم جاي ايه فتحه. هنا لما تعمل فليكرين على صباع من صباع العيان تلاقي باقي الصوابع حصل فيها تويتشز، ده بوستيف هوفمان تيست، وده بيانديكيت غالبا مين، سيرفايكال مايلوباثي. هنا لو سألك بقى سؤال مهم جدا، ايه هو الديفينيتيف دايجنوزس في العيان ده، ان اعمل له ام ار اي اوف سيرفايكال سباين، ده الجولد ستاندرد فور دايجنوزس، وللاسف علاجه جراحي دي كومبريسيف سيرجري، ومفيش فيها حل تاني. افرض العيان كان متشخص قبل كده وخد علاجه والامور مشيت، وبعد كده العيان رجع باعراض تانيه، ويكنس وسنسوري لوس واوتونوميك، برضو بنسميها recurrence of degenerative cervical myelopathy. نتكلم بقى عن البرين ليجنز. البرين ليجنز برضو من الأسئلة تيجي في الامتحان، يقول لك مثلا الأعراض دي بتاعت أنهي لوب، أنهي affected لوب، زي الإبليبسي كده بالظبط. فخلينا نشوف واحدة واحدة. افتكر ان الفرنتال لوب دايما بتاع مين، بتاع الحركة motor system، وبالتالي هتلاقي له حاجات لها علاقة بالحركة زي الانابيليتي تو جنريت اليست مثلا. انما بقى في حاجات تانية بقى مهمة جدا، زي الاكسبريسيف افيزيا، لان قلنا البروكس اريا موجودة في فرونتال لوب. فهنا العيان ده بيكون مشكلته في ايه بالظبط؟ مشكلته ان هو عنده سبيتش نون فلوينت، ليبرد وهالتنج، عمال بيتأتأ كتير، لكن هو فاهم يعني فاهم الكلام بيتقال له، بس مش قادر يتكلم بسلاسة. الديس انهيبيشن بقى العيان ده لو تعرض لحاجه استفزازيه ما يقدرش يتحكم في نفسه، بيكون اكسبلوسيف جدا جدا في الغضب، دي الديس انهيبيشن. البرزرفيشن كذلك برضو العيان بتلاقيه عمال باستمرار بيكرر نفس الحاجه. الانسوميا الشم، لانه برضو وجد ان الفرونتال لوب له دور فين، في حاسه الشم، فلما بيكون في مشكله في الفرونتال لوب ممكن العيان يفقد حاسه الشم. دي الفرونتال لوب ليجنز. التمبرال لوب ليجنز بقى انا ليه جايبها، بص بقى كده معايا، انا عندي هنا اكسبريسيف افيزيا وعندي هنا الفيرنيكيز افيزيا اللي قلناها من شويه. هنا العيان ده بقى مشكلته ايه؟ هنا مشكلته ان هو مش فاهم،
لكن بيتكلم، فهو السبيتش بتاعه بيريمين فلوينت، لكن العيان في نفس الوقت اخباره ايه مش فاهم اللي بيتقال. يبقى لازم تعمل وورد سبستيتيوشن، بيبدل الكلام مع بعضه ونيولوجيزمس، بس السبيتش فلوينت جدا. خد بالك بقى من حاجه تانية بقى، فكره الاوديتوري اجنوزيا. معروف ان التيمبر لوب مسؤول عن السمع، فهو ما بيبقاش فاهم ايه اللي بيتقال، بنسميها اوديتوري اجنوزيا. ليس فقط وحسب، في اسوأ من كده كمان، ان العيان عنده بروسوباجنوزيا. البروسوباجنوزيا دي عباره عن ايه بقى يا سيدي؟ البروسوباجنوزيا معناها ان العيان مش فاهم، مش عارف مين اللي قدامه. يعني هو ده طنط، ده خالته، ده عمي، ده جدي، ده جدتي، مش عارفهم، يشوف الوش ومش عارف مين ده. فدي بنسميها difficulty recognizing faces. افتكر دي كويس عشان الحته اللي جايه ده، التمبرال اللي بيخليك مش عارف الوشوش. ده عكس مين بقى؟ ده عكس البرايتال لوب والاوكسيبيتال لوب. البرايتال لوب الاول بيبقى فيه مشاكل، فيه بنسميها سنسوري انتنشن. بمعنى ايه؟ العيال لو انت جيت تختبر له الجزء الاحساس بتاعه هتلاقيه كويس جدا جدا على نفس الاتجاه اللي فيه المشكله. اما لو جيت تختبر الاحساس عن ناحيتين فهتلاقيه بنجلكت المكان المصاب. المكان المصاب بيكون مش حاسس بيه، وبيكون حاسس بس بمكان الانتكت. دي بنسميها سنسوري ان اتنشن، او سنسوري او اللي هو بنسميه اجنورنج جزء من جسمه. الحاجه اللي بعد كده اسمها الابراكسيا. الابراكسيا معناها difficulty with motor planning to perform tasks or movements. difficulty with motor planning to perform tasks or movements. بعد كده حاجة اسمها استيريوجنوزيس، يعني هو لما يلمس حاجة هو مغمض ما يعرفش هي ايه، ما يعرفش ان ده مثلا برتقانة، تفاحة، ايا كانت، ان ده مثلا مشرط، ان ده مثلا دبوس، ما يقدرش يكوجنايز الاشياء باللمس. الانفيرير هومونوموس كوادرانتانوبيا، يعني العيان ده عنده عن ناحيتين تحت، ربع تحت كده، مش شايف فيه، الرؤية فيها مش حلوة، ضايعة. ده مسؤول عنها البرايتال لوب، ودي هنتكلم عنها ليتر اون ان شاء الله. في حاجه اسمها جيرستمان سيندروم. جيرستمان سيندروم دي ليجن في الدومينانت برايتال لوب بينتج عنها مجموعه من الاشياء. الاليكسيا تطلع ايه؟ دي عباره عن بارشل او انكم او كومبليت انابيليتي تو ريد اني ثينج، يعني مش قادر يقرا اي حاجه. دي حاجه. الكالكولي معناها ان هو مش قادر يعمل عمليات حسابيه بسيطه زي الجمع والطرح والضرب والقسمه. فينجر اجنوزيا، مش شايف ان دي صابة وعايز يقطعها، شايف ان دي اصلا مش صابة وعايز يقطعها. فينجر اجنوزيا. ورايت ليفت ديس اورينتيشن، يعني هو مش عارف يمين ومن شمال. رايت ليفت ديس اورينتيشن، مش عارف يمين ومن شمال. الاوكسيبيتال لوب، افتكر بقى ان التيمبرال لوب كانت مشكلته ان انت ما انتش عارف الوشوش. اما هنا في الاوكسيبيتال لوب في فيجوال اجنوزيا. فيجوال اجنوزيا يعني ايه؟ يعني انت مش عارف اصلا اي حاجه في اي اتجاه، لا اشياء ولا وشوش ولا اي حاجه خالص. دي بنسميها فيجوال اجنوزيا. في كورتيكال بلايندنس، يعني العيان مش شايف، واقعان عينه سليمه والاوبتيك نيرف سليم والباسواي كله سليم، بس بيجي لحد ما يبروسس في الاوكسيبيتال لوب مش شغال، فبنسميها كورتيكال بلايندنس. والعيان ده بيكون عنده هومونوموس هيمي انوبيا، يعني عنده نص مجال الرؤية على ناحيتين قد بعض بالظبط كده ضايع، with macular sparing. with macular sparing. نيجي بعد كده نتكلم عن البريكيال بليكسس انجريز، ودي نوعين. في عندي حاجة اسمها اربس توشين باراليسز، وفي حاجة عندي اسمها كولومبيكس باراليسز. الاربس توشين دي قدام شوية عند الروتس البدائية سي 5 وسي 6 في اول الروتس يعني، ودي مشكلتها في الوينج سكابيلا، وده غالبا caused by breech presentation. لما بينزل العيل الصغير في البريتش presentation يتملخ دراعه زي ما بيقولوا، يحصل حاجة اسمها herpes duchenne paralysis. ده تلاقي عنده مين بقى زي ما قلنا؟ winged scapula. التانية بقى يا سيدي دي مشكلة في التي واحد، وهنا بقى المشكلة مش في السكابيلا، هي المشكلة في الهاند. loss of intrinsic hand muscles، وده غالبا traction due to traction. بيقولوا يعني دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تحصل، زي ان الطفل الصغير مثلا ايه تشيله من ايده فتلاقيه مشدود كده، مش من تحت باطه، تشيله من تحت باطه كده من قلب الشيست عشان خاطر ما تملخش دراعه، يقوم يخش في كلامبكس باراليس.
لما تلاقي فيفر وهيدك وفوكال نيورولوجي او ريزد اي سي بي لازم تشك في البرين ابسس. ومش دايما بنلاقي الفيفر, بس لو لقيتهم سوا مع بعض ده يجول في الكلينيكال سيناريوز في الامتحان بتيجي كده, يجولي يو سسبكت برين ابسس. البرين ابسس ممكن يجي من اي حته, ممكن يجي غالبا دايركت اكستنشن من ميدل اير زي حد عنده تايتس ميديا مثلا كمثال فانتشرت البرين, او ساينوسايتس او تروما او سيرجري للسكالب او بنتريتنج الانجز او امبوليك ايفنت فروم انفكتيف اندوكاردايتس. ريجاردلس العيان عنده فيفر وهيديك وفوكال نيورولوجي, هنا العيان لازم يتعمل له سي تي على طول. طالما ان هو اصلا عنده فوكال نيورولوجي لازم سي تي وهيشخصها غالبا. المانجمنت بتاعنا بيتكون من سيرجري هي الكورنر ستون, ان بعمل كرانيوتومي عشان خاطر افرغ الابسس من محتوياته. المشكله تكمن في ان انت الابسس ده ممكن يحصل له ريفورميشن اجين, لان انت الهيد في كل صب بكل بساطه مقفول اجينست الابسس, فدي حاجه رخمه شويه عافانا الله اياكم منها. بتصاب معاها بعد مع الجراحه لازم تدي اي في انتي بيوتيك للانفكشن, يوجوالي بندي ستيرويد جينيشن كيفالوسبورين بلس مترونيدازول, حاجه تغطي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف, وحاجه تغطي الانيروبيك بكتيريا. الانتروكرينيال بريشر لو عالي, العيان عنده ساينز اوف انتروكرينيال بريشر اللي هو هيدك بابيلوديما فوميتنج ونوزيا, هنا العيان ممكن نديه ديكساميثازون. خدها قاعده عندك يا ابني كده عشان خاطر احنا ماشيين في السكه, اي سبيس اوكيباينج ليجن وعامله ماس افكت اديما, يعني المانجمنت بتاعها اولموست اولويز ديكساميثازون سواء كان برين ابس او سواء كانت برين تيومر. ده عشان هنتكلم بعدها بعد كده في الانكولوجي عن حاجات دي تاني ان شاء الله. نيجي نتكلم بعد كده عن السيريبيلر سيندروم اللي اتكلمنا عنها في الاول خالص, فريدج اتاكسيا وي ال التاكسيك لانجتازيا. افتكر بقى كلمة دانش دي ديس دايادوكوكاينيزيا, يعني عدم القدرة على عمل حركات سريعة متتابعة مع بعض زي الرقصة بالظبط كده, ما بتقعد تجيب ايديها يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال. الرقصة لو عندها سيريبيلا سندروم يعمل حاجة مش هتعرف تعمل ايه الحركة دي. الديسمتريا اللي هو الباست بوينتنج ده اللي هو العيان ما بيعرفش يقدر مسافات, زي ما كنا بنعملها بالظبط كده, العيان يجيب صباعه يقفل عينه يجيب صباعه ونقول له قربه من مناخيرك, ما يعرفش يقرب مناخيره ممكن يدخله في عينه, فانت بتبقى واخد بالك في الاختبار ده من العيان. العيان اكشوالي بيأبير كانه شارب درانك, عنده التاكسيا تم يوجوالي بيكون في الليمبو ترانكس, عنده نستاجماس والنستاجماس بيكون يوجوالي هوريزونتال نستاجماس لو كان في الابسلاتر هيمسفيرز, وعنده تريمورز رعشه في ايده. نوعيه السبيتش بتاعته بتكون سلورد استكات سبيتش, تيجي تقول له اقرا صوت الفتحه مثلا زي ما كنا بنعملها مثلا كتير, فيقول بسم الله الرحمن الرحيم, ما عرفش يقولها بسم الله الرحمن الرحيم, دي بنسميها استكات سبيتش. او سكانينج ذس ارثري, عمال بيتك قوي على المقاطع وهو بيقول. واخيرا هايبوتونيا كون ان المشكله هنا اكسترا بيراميدال سيستم, السيربيلم مرتبط بالاكسترا بيراميدال سيستم فعشان كده بيعمل هايبوتونيا انلايك البيراميدال اللي بيعمل سباستيستي وهايبرتونيا. نيجي بعد كده نتكلم عن السي اس اف, في منه حاجتين, في حاجه اسمها ريزد الليمفوسايتس في السي اس اف وفي حاجه ريزد بروتينز. عشان تبقى عارف بقى خد الترتيب بتاعنا كده واحده واحده بالظبط عشان تبقى عارف ايه هي النورمال فاليوز. الصفر تفكرك بالار بي سيز يوجوال بيكون صفر, وبعد كده عندي 2 و3 ان الجلوكوز اكتر من او يساوي تلتين البلاك جلوكوز, وبعدين عندي 2 و4 اللي هو البروتين من 2 من 10 ل 4 من 10 جرام على الليتر, ده البروتين. وبعد كده عندي رقم 5 اللي هي مين الواي بي سيز يوجوالي بيكون اقل من 5 لكل متر مليمتر مربع, واخيرا من 60 ل 150 وده البريشر بتاع السي اس اف. السي اس اف بريشر بيكون من 60 ل 150 في الريكامبانت بوزيشن. السؤال الجاي بقى ايه اللي يخلي العيان عنده ريز للانفوسايتس في السي اس اف, عشان ده كتير بيشخص لنا حالات. عشان تبقى عارف احنا عارفين الفيرال انفكشنز بتعمل كده سواء كان من انجايتس او انكفالتس في البرين بيعملوا الليمفوسايتوز, ومن البكتيريا الانفكشنز احنا نعرف التي بي, التي بي من انجايتس بينتج عنه مين الليمفوسايتوز.
بعض الاتيبيكال بكتيريا بقى زي اللايم ديزيز البوريليا ان صح التعبير, يعني برضو بينتج عنها مين ريزد لينفوسايتس. البارشلي تريتد بكتيريا مينجايتس رغم ان هي بتعمل نيتروفيليا الا لما تتعالج جزئيا ينتج عنها ريزد لينفوسايتس. بعض الاورام زي اللوكيميا والليمفوما والامراض المناعيه زي اللوبس والبيشس. عشان تفتكر الليمفوسايتس بحرف ال كلها حاجات بحرف ال, لوكيميا ليمفوما لوبس لايم ديزيز والعاق فيهم البيشس ديزيز وما بينهم الحاجات المشهوره فايرال مينينجايتس او انكفلايتس بارشال تريتد بكتيريا مينينجايتس تي بي مينينجايتس. دي كلها حاجات بتعمل ميم ريزد ليمفوسايتس, احفظها بالطريقه دي. كذلك البروتين امتى يكون عالي, امتى البروتين يكون عالي. افتكر بقى ان العيان اللي عنده جيليان باري جيليان باري سيندروم ده بنسميه عنده سايتو البيومينس ديسوسيشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عنده بروتينز عاليه في السي اس اف رغم انه السيل كاونت نورمال, ما عندوش مشاكل في السيل كاونت خالص. زي التي بي والفانجل والبكتيريا مينجايتس, معروف ان اي حاجه بتعمل اكزوديت بكتيريال زي البكتيريال والتي بي والفانجل بينتج عنها هاي بروتين في السي اس اف. وفي حاجه اسمها فراين سيندروم, ده لما بيحصل كومبريشن على السي اس اف بينتج عنه ريزد بروتين فيه. وفيرال انكيفالايتس, ذيس از ذا اونلي اكسبشن وير ذير از ا فايرال كوز ينتج عنه ريزد بروتين. يعني حاجه زي الهربس سيمبلكس فيروس انكيفالايتس بينتج عنها هاي بروتين. الهربس سيمبلكس فيروس انكيفالايتس بينتج عنها هاي بروتين. لما نيجي بقى نتكلم عن البريفرال نيوروباثي, فانت لازم دماغك تفكر في حاجه من اتنين. انا عندي اكزون والاكزون ده متغطي بمايلين تشيس, وده البريفرال نيرفس طبعا بيكون انتاج الشوان سيلز. عندي نوعين من انواع الباثولوجيز, عندي دي مايلينيتنج باثولوجي وعندي اكزونال باثولوجي. هو بيسالك في الامتحان عن الاسباب, يعني المرض اللي في الحاله دي موستلي نوع ايه. فعشان تبقى فاهم الدي مايلينيتنج باثولوجي يفكرك بان هو لازم تكون حاجه اوتو اميون او هيريديتري او بارابروتينيمي. يعني حاجه زي الجيليان باري سندروم والكرونيك فورم منه بنسميها كرونيك انفلاماتوري دي مايلينيتنج بولينيوروباثي, دي يوجوالي اوتو اميون ديزيزز وبتعمل دي مايلينيشن. بعض الامراض, بعض الدراجز زي الامايدارون او الهيريديتري كونديشن زي الهيريديتري سنسوري موتور نيوروباثي, وده هنتكلم عنه ان شاء الله ليتر اون, او البارابروتين نيوروباثي زي حالات المايلوما ممكن تعمل نيوروباثي نتيجه دي مايلينيشن. عكس الاكزونال باثولوجي, المشكله في الاكزون بتاع النيرف, هنا الحكايه بتكون يا اما توكسيك يا ميتابوليك يا فاسكولايتس. الميتابوليك زي السكر وزي اليوريميا, او توكسيك كونديشنز زي الكحول وممكن كمان نحط عليها بي 12 ديفيشنسي, او الفاسكولايتس طبعا هو البي 12 ميتابوليك برضو, او فاسكولايتس او فاسكولايتس. لاحظ برضو انه الهيريديتري سنسوري موتور نيوروباثي ممكن يكون تايب 2 منه برضو ايه اكزونال باثولوجي. عشان تبقى عارف افتكر بس كده في الشريحه ده, هي دايما هو الكاتيجوري ايه, هو ده اوتو اميون ولا ده ميتابوليك ولا توكسيك. كذلك الليت توكسيستي مثلا كمثال بتعمل اكزونال باثولوجي مناسبه, يعني لو بتدور على توكسيك كوز. يعني الكحول قلناه منهم بالظبط, يمشي توكسيك ويمشي ميتابوليك. في برضو تقسيمه تانية زي ما انت شايف كده على حسب هو ده يا ترى سنسوري ولا ده موتور. السنسوري طبعا اشهرهم على اطلاق الدايابيتس واليوريميا والليبروسي والبي 12, انما الموتور مثلا زي جوليان باري وزي تسمم الرصاص الليت توكسيستي. والدفتريا, الدفتريا توكسين برضو بيعمل موتور باراليسيس. فده كلام مهم جدا جدا برضو عشان تبقى عارف في الامتحان التقسيمة اللي بين ده وبين ده. بعد كده نتكلم عن حاجة بقى جديدة سنسوري موتور نيوروباثي, ودي مجموعة من الأمراض بتنكمبس تحتها اللي احنا بنتكلم عنه حالا تشاركوت ميري توث ديزيز, أو اسمها التاني المهم جدا اللي فكرني بمشاكلها بيرونيال ماسكولار أتروفي أو بيرونيال ماسل أتروفي. البرونيال ماسل اتروفي دي مجموعة من الماسلز موجودة في الليج في رجلين العيان. فهنا الاتروفي هيكون في الليج بتاعت العيان. خد بالك بقى هي نوعين, النوع الاولاني قلنا ان هو دي مايلينيتنج باثولوجي, والنوع التاني اكزونال. عشان لو سألك في الام سي كيو زي ما قلنا المشكلة فين, المشكلة في رجل العيان, فيوجوالي بيكون في ليج ويكنس وفي فود روب, وده الفيرست بريزنتنج فيتشرز في تايب 1.
بعد كده بيحصل بقى ديستال ماسل ويكنس اند ويستنج وبس كيفاس، يعني تلاقي اللي هو وش رجل العيان بطن رجل العيان عامله كيرف كبير قوي، بنسميه بس كيفاس. ده عيان الهيرديتري سنسوري موتور نيوروباثي زي ما انت شايف كده بالظبط، مشكلته الاساسيه في مجموعه البيرونيال ماسلز، فبنسميها بيرونيال ماسكولار اتروفي عشان تفتكر البرزنتيشن. مشاكله يوجوالي بتكون موتور لوس اند ذير از نو كيور للاسف. بما اننا جبنا سيره الحاجات ده اهي، البيرونيال ماسل اتروفي او الهيرديتري سنسوري موتور نيوروباثي، هنحاول نجيب الحاجات اللي شبهها المايوباثيز. لما اتكلم عن مايوباثيز بقى نتيجه مشاكل بقى بيور سي ان اس يعني، فيوجوالي بتكون فيها بروكسيمال ماسل ويكنس اكتر من الديستال. تلاقي العيان ده مش قادر يقوم من على الكرسي، يعني هو قاعد كويس لكن مش عارف يقوم من على الكرسي، او ان هو من حمى. هنا العيان مشكلته بيور موتور، السنسيشن بتاع العيان بيكون كويس، الريفلكسات طبيعيه، وما عندوش فاسيكيوليشنز. يعني ايه ما عندوش فاسيكيوليشنز؟ فاسيكيوليشنز تساوي lower motor neuron disease. فاسيكيوليشنز تساوي lower motor neuron disease. هنا العيان ما عندوش فاسيكيوليشن، هنا مشكلته فين؟ وهن في العضلات نفسها، انما مش في النيرف اللي رايح للعضلات اللي هو الموتور نيرف اللي هو بتاع lower motor neuron يعني. فهنا مفيش فاسيكيوليشنز. هنا ركز لله يكرمك وسط الاسباب اللي قدامك دي، البوليمايوزايتس هيجي ذكره ان شاء الله في الروماتولوجي، الدوشين والبيكر هنتكلم عنهم حالا والمايوتونيك ديستروفي كذلك، الاندوكراين هنتكلم فيه عن الكوشنج والسايتوكسيكوزس، والالكحوليك مايوباثي كذلك من الحاجات المشهوره. ايه قصه بقى الدوشين والبيكر بقى يا سيدي؟ لازم بس مهم جدا تعرف مين فيهم اللي بيحصل في السن الاصغر. اشمعنى؟ زي ما قلنا بالظبط، الاتاكسيك تيلانجكتيزيا حرف الاي هو اللي بدري، فعشان كده الاتاكسيك تيلانجكتيزيا بيجي بدري جدا من سن الخمس سنين. فهنا برضو الدوشين هو اللي بيجي بدري، الدوشين هو اللي بيجي بدري من سن خمس سنين تقريبا، وده بيكون سيفير فورم جدا من مايوباثيز، لدرجه انه الطفل بيتولد وعنده عضلات السمانه بتاعته تحس ان هو عنده سمانه روبرتو كارلوس كشكل، ولكن هي واقعيا ضعيفه جدا. بيسموها كالف سودو هايبرتروفي، لدرجه يعني بيكون في حركه كده مشهوره جدا للطفل اسمها جوور سايم. انت لو بتصلي مثلا كده وفي السجود وهتقوم، ممكن ما تسندش وتقوم على طول عادي، الطفل ما يقدرش يعمل كده. الطفل بيستخدم دراعاته عشان خاطر يقف من السكواتنج بوزيشن، ده اسمها جوور سايم، نتيجه الضعف اللي موجود عنده ايه في عضلات رجله، فلازم يسبورت بايده. 30% منهم للاسف بيكون فيهم mental impairment intellectually impaired. المشكله في الدوشين بتكون فريم شيفت ميوتيشن في الدستروفين جين، وده عشان ام سي كيو. البيكر ده نوع اهدى شوي، بيجي بعده ليتر اون في سن 10 سنين. ده الانتلكشوال امبيرمنت في العيان بيكون تقريبا ماتش ليس كومون، ما بيحصلش قوي يعني، ممكن تلاقيه غالبا انتكت، العيان فاهم يعني كويس. هنا بقى نون فريم شيفت انسيرشن ان ذا ديستروفين جين، هنا احنا المشكله في الجينز بنضيف حاجه زياده. زي ما اتكلمنا بقى دلوقتي حالا عن الدوشين والبيكر وده مايوباثيز، يعني هنتكلم عن النوع الثالث منهم الا وهي المايوتونيك ديستروفي، او اسمها الثاني ديستروفيا مايوتونيكا. افتكر لي بقى الكلمة التانية دي عشان اقولها حرف الدي ديستروفيا والام مايوتونيكا. ليه بقى؟ عشان الدي ام في الحالة دي هتكون هي مفتاح ان احنا نميمورايز ايه هي الاعراض. الدوشين قلنا مشكلته ان هو عنده كالف سودو هايبرتروفي، كالف سودو هايبرتروفي. انما هنا بقى الدي ام هي دي كلمة السيرف المايوتونيك ديستروفي اللي هو الام دي او الدي ام. الدي ام ديستال ماسل ويكنس، ادي رقم واحد ديستال ماسل ويكنس، ده مميز جدا في المايوباثيز ان هو بيعمل ديستال ماسل ويكنس مش بروكسيمال اكتر. الدي ديسفيجيا، الدي ديكريزد منتالي، يعني برضو في مشاكل في الانتلكشوال فانكشنز بتاعت العيان. ليس هذا حسب، العيان بيكون اسوشيتد ويز دي ام عام الشباب، الديابيتس ميليتس، والتستيكولار اتروفي، والكارديومايوباثي،
ان شاء الله باذن الله لو تفتكر الديابيتس والتستيكر ارتروفي والكارديوميوباثي هناخدهم ان شاء الله مع الهيموكروماتوزس، فده يفكرك بالهيموكروماتوزس وتضيف عليهم كمان ال HP الهارت بلوك. هنا العيان ده عنده اوتوزومال دوميننت ديس اوردر، برضو هي عبارة عن تراي نيوكليوتايد ريبيت. احنا كده خدنا اتنين، خدنا الحاجة الاولانية في الفريدج اتاكسيا جي اي اي، انما هنا السي تي جي ريبيت عشان بيسألهم في الامتحان للاسف، فمضطر تحفظهم للاسف يعني، ومش مهم على انهي كروموزوم ولا حتى رقم. ده الديستروفيا مايوتونيكا. بعد كده هنتكلم عن نوع برضو من انواع الديستروفيز اسمها فيشيو سكابيلو هيومرال ماسكولار ديستروفي. الحمد لله واضح من اسمها اعراضها هي ايه، فيشيال فيس سكابيلو سكابيولا هيومرال يعني الابر ارم ار افكتد. يهمني هنا ان هي اوتوزومال دوميننت وان هي بتافكت الفيس والسكابيولا والابر ارم، وان هي بتحصل قبل سن 20 سنة. قبل سن 20 سنة هتلاقي الاعراض كومباينيشن من التلاتة مع بعض، فانت مش محتاج تحفظ اي شيء، انت كل ما عليك الا ان انت ايه تاخد بالك بس فيس سكابيولا ابر ار يساوي فيشيو سكابيولا هيومرال مين ماسكولار ديستروفي، وسنه قبل 20 سنة نو مور نو لس. السن ساعات ممكن يكون ديفرنشال. احنا اتكلمنا عن المايوباثيز، عايزين نتكلم بقى عن الموتور نيورون ديزيز، وده مرض للاسف مش مفهوم ايه سببه بالظبط، بيأفكت العيان في فاشن where there is upper and lower motor neuron signs. الابر موتور نيورون ساينز يا اخوانا اكتر حاجه مميزه ليها في الامتحان هي الابجونج بلانتر اللي احنا بنسميها البابنسكي ساين، ابجونج بلانترز اللي هي البابنسكي ساين، دورز ريفليكشن في البيك 2 مع فانينج في الاذر فور توز. ده ريرلي بي بريزنت بيفور ذا ايج اوف 14. ده يا سيدي حقيقه يعني زي ما قلت لك بيأفكت العيان غالبا بعد سن 40 سنه بميكسد ابر ولور موتور نيورون ديزيز. انت مش مطلوب منك الا اشهر نوع الا وهو الاميوتروفيك لاترال سكليروزس، زي الراجل اللي هو هوكينجز ده العبقري الفيزياء ده اللي مات، ده اشهر المشاهير اللي كانوا متشخصين بالاي ال اس اميوتروفيك لاترال سكليروز. ده يوجوال بيجي غالبا بعد سن 40 سنه. طبعا العيان تيبيكالي بيكون عنده عكس عكس، يعني هو عنده أبر موتور نيرون فوق ليج، أبر وليج ولور أرم، يعني من فوق عنده لور موتور نيرون ساينز في الأرم ومن تحت عنده أبر موتور نيرون ساينز في الليجز، فتلاقي عنده العيان. طبعا خد بالك برضو من النقطة، ايه أكتر حاجة مميزة بقى للور موتور نيرون ساينز؟ انك تلاقي عنده هايبوتونيا وتلاقي عنده فاسيكيوليشنز. فاسيكيوليشنز يعني lower motor neuron lesion، لما تلاقي lesions ومعها فاسيكيوليشنز يبقى ده lower motor neuron. لما تلاقي lesions فيها spasticity وفيها clonus وفيها بابنسكي ساين، ده على طول upper motor neuron lesion. بابنسكي اللي هي الابجونج بلانتر مميزة قوي للأبر motor neuron، مش هنقعد نتكلم كتير بقى في الديفرنشيشن بينهم. هو لما يجي لك السؤال ده في الامتحان وانت الحمد لله شخصته كده، يقول لك ايه احسن علاج للعيان ده؟ احسن علاج للعيان ده هو تاني حاجة non invasive ventilation usually by BAP، وده بيبرلونج السيرفايفل بتاع العيان 7 شهور. لكن لو سألك عن دواء ممكن يبرلونج السيرفايفل في العيانين دول، فهو الدواء اللي فوق ده اللي هو مين؟ الريلوزول. ده بيبرولونج السيرفايفل بتاع العيان ب3 شهور، وده في حالات الاي ال اس، والميكانيزم اوف اكشن بتاعه بيبريفنت الاستيميليشن اوف جلوتاميت ريسبتورز. طبعا للاسف الشديد نص الحالات دي بتموت في خلال 3 سنين من التشخيص، فوضع صعب جدا حقيقه يعني. بعد كده هنتكلم عن الهيدكس. هتكلم عن اول واحد فيهم اسمه كلاستر هيدك. انا بتعمد احط كل حاجه مع بعضها عشان خاطر تحاول تميزهم من بعض. الكلاستر هيديك يونيلاترال سيفير بيري اوربيتال وفرنتال وتمبرال بين، بس خد بالك ان هو دايما حوالين العين، مميز قوي. يجول بيقعد من ربع ساعة لساعتين وممكن يطول. اسوشيتد وذ سام ريسبونسز توزس مايوزس، يعني يا اما الليد يقع يا اما البيوبل ديكونستريكت
يا اما عينه تحمر يا اما يدمع كتير في نفس العين اللي فيها الوجع. يعني هو بيكون عنده يجوي زي ما قلنا يونيلاترال بين. فاليونيلاترال بيري اوربيتال بين ده هو نفس الشيء، نفس العين دي هي اللي فيها الريسبونس دي. يوجوالي احنا بنميز الهيدك بالريسبونس بتاعته عشان تبقوا عارفين، لكن ساعات بقى يحب يخدعك ويقول لك عايزين نفرق يعني بينه وبين حاجات تانية. فيوجوالي الكولستو هيدك بيجي بالليل، يوجوالي بيريليت للنوكتيورنال سليب. علاجه ايه؟ علاجه احسن حاجة افكتيف هو ان انت تحط العيانة على اكسجين 100% لمدة من 10 دقايق لربع ساعة. لكن البيست اوف على الاطلاق انك تعمل كومبينيشن بينه وبين السبكوتينيوس تريبتان اللي هو السوماتريبتان والزولمتريبتان، ده سيروتونين ريسبتور اجونست، بيشتغل على البرين عشان يمنعه عشان يعالج الاتاك بتاعه الكلاستر هيدك. لكن لو سالك في الامتحان بقى انا عينه اهو وشخصته كلاستر هيدك، لاحظ بقى حاجه، عيان الكلاستر هيدك ده اهو يوجوال سموكر وبيكون ميل غالبا و اوفر ذا ايدج اوف 30، سموكر وميل ويوجوال اوفر ذا ايدج اوف 30، ده الكلاستر هيدك عشان تبقى عارف. لو قال لك انا عايز بروفلاكسس في العيانين دول، فالفيرست لاين بروفلاكسس هو الفيربامين اللي هو الكالسيوم شاين بلوكر، افتكر كويس هنا. والسكند لاين ان انا ادي جرعه صغيره من البريدنيزون، ده عكس حاجه او حاجه شبهها كده اسمها باروكسيسمال هيميكرينيا، تقريبا اعراض شبهه في نص الراس وبتيجي في ريبيتد اتاكس بير داي، ممكن تكون مطوله ممكن تكون انترميتنت. اهم ما يميز البروكسيسمال هيماكرينيا هو الاندوميثاسين، عشان هو لو جاب لك الاندوميثاسين في الاختيارات فاخد بالك اذا ربما يكون هو يقصد اصلا بان هي باروكسيسمال هيماكرينيا. ما يميزها عن الكلاستر هيدك ان هي بتقعد ثواني لدقايق وتروح، يعني مش ربع ساعه لساعتين ولا حاجه. الحاجه التانية ان هي ممكن تيجي ثرو اوت ذا داي طول اليوم مش بالليل، ده عكس مين الكلاستر هيدك، ده عشان لو سألك في الامتحان ازاي تفرق ما بينهم. يعني الاندوميثاسين هو هايلي انديكيتد فور باروكسيسمال هيميكرينيا. نيجي بقى نتكلم عن عم الشباب بقى اللي الشعب كله عنده المايجرين، مسوي الكوكب كله حقيقة والله، ده سيفير يونيلاترال ثروبنج هيديك. المايجرين ده هو بقى بيكون نبض كده في دماغ العيان في نص راسه، وده قالوه زمان وان كان دلوقتي بقى منه في انواع والله حقيقه بايلاترال. يظل المايجرين برضو بيتعرف بالسكندري اوتونوميك ريسبونس بتاعته اللي هي جوه بيكون نوزيا فونوفوبيا وفوتوفوبيا، يعني العيان مش طايق يسمع حاجه ومش طايق الانوار العاليه ومعاها نوزيا. الاتاكس ممكن تقعد لحد 72 ساعه لو ما عالجتهاش، فطبعا شيء اجونايزنج جدا وصعب قوي. المايجرين برضو سيفير هيديك وبرضو يوناتر زيه زي كلاستر هيديك وزي البروفيسمال هيميكرينيا. الاكيوت اتاك احنا بنعالجها بالاورال تريبتانز او الان سيدز او اورال تريبتانز بلس باراستيمول، ولو الدنيا مش جايبه قوي بنضيف عليها برمبران اللي هو الميتوكلوبروميد. اما البروفلاكسس بتاعنا يوجوالي بيكون يا اما بالبروبرانولول ده الاوف تشويس بالذات لحد سنه صغير، ده رقم واحد، يا ليها التوبايلاميت رقم اتنين عشان تبقى عارف البروبرانولول هو الاوف تشويس كبروفلاكسس للمايجرين عكس الكلاستر اللي بنحط له فيرابامير. في هيدك تالت رابع كده ما قلتوش برضو اللي هو التنشن هيدك، وده بقى العادي بتاعنا خالص. يعني لاحظ ان المايجرين بيأجريفيت بالاكسرسايز عكس التنشن هيدك. التنشن هيدك بقى يا سيدي عباره عن باند لايك هيدك، باند لايك هيدك يعني هيدك كانه عامل حزام حوالين راس العيان. الصداع ده مايل تو مودريت، ما هوش سيفير ولا حاجه. الصداع ده يا سيدي ريت لحاجات كتير جدا، منها قلة النوم، منها ان نومك يكون اتقلب، منها يكون سيفير ماسكولار فاتيج في خلال يوم تعبان قوي. يعني ده علاجه ايه؟ الفيرست لاين تريتمنت بيكون باراستيمول عادي جدا. الفيرست لاين تريتمنت فيه بيكون باراستيمول 1 جرام عادي جدا جدا جدا، ده التنشن هيديك ومش بيأجريفيت بالاكتيفيتي عكس المايجرين عشان تبقى عارف يا فندم. المايجرين في الحمل بقى هما نجوا ازاي؟ احنا قلنا ان احنا دايما في المايجرين او الكوليسترول لو خدت بالك عملنا كومباينيشن اهو، كومباينيشن تريبتان وانسيدز او سباراستيمول، وفوق عملنا كومباينيشن بين الاكسجين وبين السبكوتينيوس تريبتان. لكن لو سالك ايه السنجل بيست في عيان الكلاستر هيدك، طبعا ال 100% اكسجين هو ده رقم واحد. الباراستيمول 1 جرام هو الفيرست لاين تريتمنت للمايجرين في الحمل. ممكن نستخدم الانسيدز سكند لاين في الفيرست والسكند تريمستر، تجنب الاسبرين وتجنب الاوبيويدز زي الكودين ديورينج الحمل او كودين زي الحمل. يعني
لاحظ حاجة بقى عن المايجرين. المايجرين ساعات ممكن يجي بمقدمات بنسميها أورا which are fully reversible, بتيجي في خلال 5 دقايق تقريبا وتقعد من 65 دقيقة قبل ما الاتاك بتاعة المايجرين اتسلف تيجي. الفكرة بقى هنا, الفكرة هنا بقى في ايه, انه العيان sometimes ممكن يكون عنده اعراض تبقى alarm ان انت محتاج investigation. لما يحصل بقى motor weakness ده بيسموه paralytic migraine. هنا تلاقي عيان عنده motor weakness مع صداع, وفي نفس الوقت تيجي تفحص العيان مفيش ويكنس ولا حاجة, يعني النيولوجيكال اكزاميشن طبيعي. طبعا ده على طول مين, مايجرين. لما تلاقي عيان جاي لك بأعراض ويكنس وفي نفس الوقت تفحصها تلاقي النيولوجيكال اكزاميشن كويس, ده مش بيستهبل, ده معناه ان هو غالبا مين, نوع من انواع المايجرين, هيميبليجيك مايجرين لو كان نص جسمه مشلول, او دبل فيجن او فيجوال سيمتومز افكتنج وان اي, او بور بالانس, او ريديوسد ليفل اوف كونشسنس. باي حال من الاحوال this should be prompted you to further investigation في العيان ده, ده عشان برضو الامتحان. نيجي لانواع اخرى من الهيدكس, تيمبرال ارترايتس هنتكلم عنه مرة تانية في الروماتولوجي. ده تيبيكالي غالبا بيشنت اكتر من 60 سنة عنده يونيلاترال بين. البين ده مميز جدا جدا مع حاجة اسمها جو كلوديكيشن. بص بقى عامل حاج هنا العيان ده مميز قوي, يقولك مع المضغ الصداع بيزيد مع الماستيكيشن. لو جه العيان يسرح شعره يوجعه جدا جدا, لانه نفس المكان بيكون فيه التيمبرال ارتري تندر جدا, فيجي العيان يسرح شعره برضو كذلك مش طايق يسرح شعره. cannot do his usual combing of her hair, of hair. ليه؟ بسبب التيمبرال ارترايتس. واهم ما يميزه ان هو 100% raised ESR. اسوأ حاجة في التيمبرال ارترايتس ان هي ممكن ينتج عنها blindness, ولذلك العيان ده لازم once you suspect تعالجه على طول من غير ما استنى confirm. بندي هاي دوز بريدنيزون 60 ميلي جرام, واذا اقترض الضرورة والعيان عنده اعراض توحي بانه في impending فعلا visual loss, ممكن نحطه على IV methyl prednisone اللي هو البالس استرويدز. دي temporal arthritis وبنشخصه بيوبسي, لازم تكون at least 1 سنتي عشان في skip lesions ساعات. ده هنتكلم عنه كده كده ان شاء الله فين, في الروماتولوجي. في بقى حاجه اسمها ميديكيشن اوفر يوز هيديك. بص بقى, واحد بقى طول عمره ماشي على الريفو اسبرين اللي هو 600 ميلي جرام ده, فاتليست بقى له شهور, يعني مش يوم وليله, ده اسبوعين او اكتر. يعني ده عيان بقى له اكتر من اسبوعين في خلال الشهر عنده صداع, كل ما ياخد سيمتوماتيك ميديكيشن زي باراستامول كمثال الصداع يسوء اكتر, او ان صح التعبير لما ياخد مسكن لاي سبب تاني الصداع يظهر, يعني يظهر يسوء. هنا العيان ده ممكن, العيانين اللي بياخدوا الاوبيودز والتريبتانز ار موستلي ات ريسك, وممكن تلاقيهم سايكاتريك كوموبيليتي مع العيانين دول. المانجمنت بتاع العيانين دول بيكمن في حاجتين, لو سيمبل انالجيز زي الان سيدز او باراستامول هنوقفها على طول من غير اي مشكله, وهتقول العيان انه ده لما توقفه في البداية هيعمل ورسننج لهيدك, لكن ليتر اون الامور هتحسن. اما لو ماشي على اوبيويد فللأسف هتضطر ان انت تمشي معاه بجراديوال وزدرول للدواء عشان ما يدخلش في وزدرول سيمتومز من الاوبيويد وزدرول. نيجي نتكلم بعد كده عن الترايجيمنال نيرالجيا, وده نوع من انواع الهيدكس هي كمان. ده بقى عبارة عن ايه يا سيدي؟ ده عبارة عن بريف الكتريك شوك لايك بينز, حس كأن في كهربا في الديستريبيوشن بتاع مين بقى, بتاع الترايجيمنال نيرف. انهي ديستريبيوشن بالظبط يا سيدي؟ يجوال بيقولوا الاوفثالميك والماكسيلر ديفيجن يجوال. يعني هنا العيان ده يجوال بيكون عنده بين ايفوكد باي لايت تاتش, بالووشنج, بالشيفينج, بالسموكينج, بالتوكينج, بالبراشنج تيث, وبيحصل لوحده. في اماكن معينه جدا جدا من نيزوليبيال فولد والتشين مي بي سوسيتابل تو بريسيبيتيشن اوف بين, وممكن يروح ويجي كتير جدا جدا في اليوم and for variable periods. اهم ما يميز التيبيكال ترايجيمنال نيورولوجيا عم الحاج ان هي بتريسبوند للكاربمازيبين, هي الفيرست لاين تريتمنت عندنا الكاربمازيبين, ولو لم يستجيب العيان لها يو شود انفستيجيت ذس بيشنت. نيجي بقى بعد كده بقى على نوع من انواع الحالات النفسيه اسمها الكاتابليكسي. ده حد كان بيضحك قوي 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 على حاجه, او حصل خبر حزين جدا جدا او شديد, فصدمه عصبيه فتلاقيه نهار وقع على الارض, بنسميها كاتابليكسي.
sudden transient loss of muscular tone caused by strong emotion. يضحك جامد او خايف جدا جدا جدا. تلتين الحالات بيكون عندهم ناركوليبسي. تلتين الحالات اللي عندهم ناركوليبسي بيكون عندهم كاتابليكسي. هنا العيان زي ما قلنا مشاكله بتبدأ من هو ركبته التانية يقع الى complete collapse. طبعا دي حاجة sudden and transient. sudden and transient اللي بيسموها صدمة عصبية بتعمل كده. هنا بقى نتكلم في حاجة بيقولوا يعني ان هي جت في الامتحان قريب, براينز ديزيز. دي عبارة عن بروتين سبونجيفورم بروتينز بتنفكت البني آدم, وعلى الرغم من ان هي مش اورجانيزم يعني هي مش فيروس مش بكتيريا مش فانجي مش بارازايت, الى ان هي بتنفكت البني آدم فهي انفكشوس ولكنها مش اورجانيزم. البراينز ديزيز ده اشهرهم في الادلت حاجة اسمها الكريتسفيلد شاكوب ديزيز. الاسم العقيم اللي قدامك ده لواحد بيكون مميز بحاجتين, رابيد اونست ديمنشيا ومايكلونس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العيان يبدا عنده بيرسونال تشينجز, يبقى عنده مشاكل في الميموري سريعه قوي قوي في سن صغير غالبا, بلس مايكلونس. الحقيقه انه في منه انواع, في منه انواع الكريتسفيلد جاكوب ديزيز ده, اشهرهم السبروديك فورم. السبروديك فورم هي اشهر نوع منهم, بتظهر عن سن 65 سنة زي ما انا شايف كده بالظبط. الMRI بيديني intense signals في البيزال جانجليا والسالمس, وللأسف الشديد ليس له علاج, وكل العيانين اللي بيصابوا بيه حتما هيموتوا للأسف. 100% mortality. ايه اللي بيميز الكريتسفيلد جاكوب ديزيز عن اي نوع من الديمنشيا؟ هو المايوكلونس. مايوكلونس يعني جزء من جسم العيان بيتحرك فجأة, في حركة مفاجئة بتحصل فجأة كده, ايه هزة مفاجئة كده في دراعه مثلا, دي بنسميها مايوكلونس. المايوكلونس هو المميز لما يجتمع مع ديمنشيا يبقى كريتسفيلد جاكوب ديزيز. هو مش هسألك عن حاجة اكتر من التشخيص. نتكلم بعد كده عن الاسينشال تريمورز. طالما جبنا سيرة المايوكلونس, الاسينشال تريمورز دي عبارة عن اوتوزومال دومينانت كونديشن بتأفكت الابر لمب, ايدين العيان. يعني لما يجي يفرد ايده بتظهر او تريمورز. دي من الحاجات الغريبة جدا جدا ان العيان لو شرب خمرة تختفي, عشان ساعات في الكيس اللي يقولك العيان عنده تريمورز ماشي, ولما شرب خمرة اختفت. ده على طول كلاسيك الاسينشال تريمورز. ايه بقى علاجها يا ابني؟ ايه بقى علاجها؟ علاجها بروبرانولول او بريموندين, سوري بروبرانولول او بريميدون. بروبرانولول او بريميدون. البروبرانولول هو الفيرست لاين تريتمنت فور اسينشال تريمورز. لاحظ ان التريمورز على قد ما هي بتيجي في ايدين العيان, على قد ما هي ممكن تحصل في راسه وتخلي راسه عماله بتتهز, بيسموها هيد تريمورز. طيب وبعدين الاسينشال تريمورز ده هي من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان كتير ومهمه جدا جدا. بص بقى يا سيدي, هنتكلم عن النيرف بولسز. هنتكلم عن الثيرد والفورث الفورس نيرف بولسي, ومن شويه اتكلمنا عن فيشر بولس اللي هو الكرينيال نيرف رقم 7. لما تلاقي العيان عينه بصه لتحت والبره, ده على طول ثيرد نيرف بولسي, بالذات لو معاها كمان مايدرييزس. لاحظ حاجه بقى, الهورنر سندروم بيكون فيها توزس ومايوزس, يعني الليد واقع وبيبقى مقفول, لكن الثيرد نيرف بولسي بيكون فيه توزس ومايدرييزس, يعني بيبقى واسع عكس الهورنر سندروم, عشان تميزهم عن بعض. ليس هذا وحسب, لو العيان معاه بين, يعني بين بلس انه عينه بصل تحت وبره او هيدك, يعني suspect posterior communicating artery aneurysm. دي حاجات مميزة قوي قوي في الامتحان, يقولك العيان بصص عينه بصل تحت وبره وعنده هيدك او عنده بين, ده على طول posterior communicating artery aneurysm, مميزة قوي ليها. لو عملنا كومباينيشن بقى ابسي لاترال داون اند اوت توزس ومايدرييزس بلس كونترا لاترال هيميبليجيا, يو سسبكت اميد برين ليجن, ودي بنسميها ويبرز سندروم. دي بنسميها ويبرز سندروم. ده كلام في غايه الاهميه. ادي ثلاثه سندرومز ليهم علاقه بالثيرد نيرف بولسي. نتكلم بقى عن رقم 4. لو كان السرد بيبص تحت والبره داون اند اوت, ف الفورث نيرف بولس يوجوال بيبص فوق والبره. بص بقى,
العيان ده عنده مشكلة لأن عينه بصة لفوق، وبالتالي لما ينزل لتحت عشان يبص لتحت بيلاقي السلم بقى اتنين، ودي بنسميها vertical diplopia. مش كده وبس، العيان كمان بيحاول subjective tilting of objects، يحس كأن هي عمالة تتقلب، ودي بنسميها torsional diplopia. دي نتيجة كل ده ان عينه اخبارها ايه بصة لفوق، والعيان ممكن ما يكونش واخد باله حتى ان راسه شخصيا عماله تعمل تيلتنج، يعني هو لو بص لتحت عينه تبص لفوق فيعمل هيد تيلتنج عشان يحاول ايه يبص في مجال الرؤية كويس. هنا العيان لو مشيت بيه وخليته برضه ماشي في الطريق كده وبيبص ستريت فورورد كده، هتلاقي العين اللي فيها مشكلة قامت ناطرة لفوق والبر، وده اللي بقوله، العين بتنطر لفوق والبر لما هو يبص ستريت فورورد. فالعيان ده عنده نوعين من انواع الديبلوبيا، فيرتيكال ديبلوبيا وهو نازل، وتورشنال ديبلوبيا يحس ان اشياء عماله بيحصل لها تيلتنج بتتقلب يعني، ولما يبص قدامه تلاقي عينه بصت لفوق والبر. ده عكس مين بالظبط يا عم الحاج؟ ثيرد نيرف بولسي. طبعا السكس نيرف بولسي بقى على النقيض ما جبناش سيرته، يعني اللي هو الابديوسنت نيرف، ده بيأفكت اللاترال ريكتس ماسل. طبعا خد بالك الماسل افكتد في الفورس نيرف هي السوبير اوبليك، والماسل افكتد في السكس نيرف هي اللاترال ريكتس، بتخلي عينك تبص لبره، وبالتالي العيان بتاع اللاترال ريكتس عنده مين؟ هوريزونتال ديبلوبيا، عينه تبص لجوه، عينه بصه لجوه نتيجة مين؟ باراليسيس لمين؟ lateral rectus muscle. اما الثيرد نيرف بياخد باقي الماسلز، يعني الفورث نيرف سوبيريور اوبليك، السكس نيرف lateral rectus، وباقي العضلات مع الثيرد نيرف. في بقى حاجه اسمها انتر نيوكليير اوف ثيرموبلاجيا. هنا بقى معناها ايه عم الحاج؟ هنا امبيد ادكشن اوف اي اون ذا سيم سايد از ذا ليجن. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني لما اقول لك بص ناحيه الشمال، عينك الشمال هتبص لبره عادي جدا، الابدكشن شغال، عينك اليمين مفترض تروح معاها وتعمل ادكشن يعني تخش لجوه، ما تعرفش انه العينين يمشوا مع بعضهم في نفس الاتجاه، يروحوا مع بعض شمال ويروحوا مع بعض يمين، المسؤول عنها هو المكان ده. فكون ان انا عندي ريجن في المكان ده هو غالبا دي الميديال لونجيتيودنال باندل او الميديال لونجيتيودنال فاسيكولاس، هي دي الليجن اللي بيكون فيها غالبا، دي اللي بتخلي عينيك الاتنين يتحركوا مع بعض في اتجاه واحد، شمال مع بعض يمين مع بعض. لما تلاقي عين مش عارفه تعمل ادكشن، دي بنسميها انتر نيوكليير اوف ثيرموبلاجيا، ودي بتحصل بسبب الفاسكولار ديزيزز والمالتيبل سكليروس. طبعا على النقيض فيه horizontal nystagmus of the abducting eye on the contralateral side، يعني برضو لو انا ببص ناحية الشمال فالعين اللي بتعمل abduction هي الليفت اي، اهي الليفت اي ده هي نتيجة لذلك بيكون فيها horizontal nystagmus، تلاقي العين عمالة بره وتحلف لجوه وبره وتحلف لجوه وبره وتحلف لجوه، اسمها horizontal nystagmus، دي اسمها internuclear of thermoplasia. بص يا سيدي بقى، اشهر من نار العالم جوليان باري سندروم، طبعا اشهر دي ماينيتنج ديز نعرف عنه، وان احنا عارفين ان هو بيعمل ديسيندنج، بيعمل اسيندنج باراليسيس، يعني بيبدا من تحت لفوق. لكن لاحظ حاجه بقى، هو ساعات يكون تريجرد بحاجه، وبالتحديد يعني الجي اي تي كامبايلوباكتر انفيكشن جيناي، يوجوال العيان بيكون عنده اسيندنج باراليسيس، يعني العيان رجليه الاول بيبقوا افكتد وبعد كده بتلاقي فيها ريفلكساتك وضايعة خالص، والسنسيشن السنسوري لوس بيكون مايلد، يعني يجوى العيان بيكون عنده انتكت سنسيشن. يعني المشكلة الأساسية فيه زي ما احنا عارفين هو ان هو بيأفكت ريسبيراتوري ماسلز وينتج عنها باراليسز، وده بيدينا كونسيرن عالي جدا ان احنا نعالجه بسرعة، وان احنا نبص على وظائف الرئة، هنعرف ازاي حالا. الانتي بوديز لو سالك عليها اللي موجوده في الجوليان باري سيندروم فهي الانتي جانجليوزايد انتي بودي. اشمعنى بقى؟ عشان بصراحه في حاجه تانية فاريانت كده منه اسمها ميلر فيشر، وده ثلاثيه من الاتاكسيا والاريفلكسيا والاوفثالموبلاجيا. تلاقي العيان عينه فيها شلل ايا كان هو ايه، كومبلكس معاها اريفلكسيا يعني الريفلكسات ابسنت، معاها اتاكسيا العيال عمال يحدف، او يقول لك العيان خايف يقف ما عندوش اي ثقه في الوقوف، دي معناه انه عنده اتاكسيا،
الثلاثيه دي مع بعضها اوفثالموبلجيا اريفلكسيا اتاكسيا يساوي ميلر فيشر، ودي فاريانت من جوليان باري سندروم مميزه بوجود انتي بوديز انتي جي كيو 1 بي انتي بوديز في 90% من الحالات. الاذر فيتشرز زي ما قلنا ممكن يكون العين عنده جاسترونترايتس، مهم جدا يبقى فيه تاخد بالك من الريسبيراتوري ماسلز عشان بيحصل فيها ويكنس وده ينتج عنه تايب 2 ريسبيراتوري فيلير. ممكن يأفكت الكرينيال نيرف بقى من تحت لفوق، يطلع لفوق ويضرب بقى الكرينيال نيرف بتاعت العين او يعمل فيشي بولس بايلاترال. قلناها الجوليان باري كلمة الغلس كانت حرف الجي جوليان باري سندروم، والاوروفارينجيال ويكنس اس كومن والعيان يبقى عنده سفيجيا ومشاكل. وممكن يوصل معاه لدياريا ويورين ريتينشن. السؤال الجاي بقى هاو تو انفستيجيت ذيس بيشنت. المميز في العيان ده يوجوال غير الانتي بوديز هي اللامبر بانكشر، بنقول حاجه اسمها سايتو البيومينوس ديسوسيشن او بنسميها البيومينو سايتولوجيك ديسوسيشن. يعني ايه الكلام ده يا عم الحاج؟ يعني العيان عنده ريز دي بروتين في السي اس اف وعنده نورمال سيل كاونت، يعني ما عندوش وايت بي سيز عاليه ولا ار بي سيز عاليه، لا هتلاقيهم كلهم طبيعيين نورمال كاونت ار بي سيز اند وايت بي سيز. احنا قلنا الار بي سيز بيكون نورمال صفر والوايت بي سيز بيكون نورمال اقل من 5 لكل ملي متر مكعب. النيرف كوندكشن ستارز ما بيهمناش قوي، بس انا كنت عايز اقول ملحوظه. احنا من شويه كنا بنتكلم عن الديمايلينيشن والاكزون. الديمايلينيشن بيأفكت ايه في النيرف؟ بيأفكت الفيلوستي السرعه، يعني بيكون في ديكريزد فيلوستي، الامبليتيود طبيعيه جدا جدا لكن الفيلوستي هي اللي واقعه. فلو لقيت لو فيلوستي نورمال امبليتيود ده دي مايلينيتنج ديزيز. اما لو لقيت العكس يعني المشكله انه السرعه هي عادي نورمال فيلوستي بس الامبليتيود هو اللي قليل لو امبليتيود، ده على طول اكزونال باثولوجي. فبما انه ده دي مايلينيتنج فهتلاقي هنا ديكريزد موتور نيرف كوندكشن فيلوستي. العيان ده لازم تعالجه على طول، واسرع حاجه تعالجه بيها تشتغل هي الاي في اي جي عشان بتشتغل اسرع بكتير من البلازما اكستشينج. هنا بقى عشان الرئه وعشان الريسبيراتوري ماسل ويكنس يو شود اسيس ذا بيشنت فور فورسد فايتال كاباسيتي اف في سي عشان الام سي كيو. ابوس ايدك، انا العيان بتاع الجولين بري يا ابني بتابعه ازاي؟ بتابعه بالاف في سي، بتابع البلمونري فانكشن بالفورسد فايتال كاباسيتي. كل ما تقل كل ما اعرف ان العيان ده المسلز بتاعته ويك وبالتالي بيكزوست اكتر وبالتالي بيقع اكتر. وده عشان خاطر اشوف ان احطه على نون انفيزيف فنتيليشن او فنت ولا لا. السيفير موتور بروبلم ماي بيرزيست في 15% من الحالات للاسف. نيجي نتكلم عن النزيف. نزيف المخ عايزه كده بكل بساطه تعرف لي البرزنتيشن وايه السبب. الاكسترا ديورال اللي هو الابيديورال هيماتوما ده اللي هو بره الديورا بره الديورا. الاكسترا ديورال او الابيديورال ده بين الديورا وبين السكال، وده بقى مميز قوي بحاجه. يقول لك بقى ايه؟ عيان اتخبط في جنب راسه مثلا، حد اداله بنيه مثلا في راسه او وقع على جنب راسه. المهم العيان فقد وعي وبعد كده فاق قاعد يتكلم معاك وازيك واخبارك ايه وانا كويس وما حصلليش حاجه، وبعدين العيان يغمى عليه تاني بس يغمى عليه بقى راجع لو ما اتدخلتش. ليوسيد انترفال، ليوسيد انترفال تساوي اكسترا ديورال هيماتوما، هي اللي بتعمل كده. الليوسيد دي بتحصل نتيجه انه العيان في الاول بيحصل كونكشن خبطه فالعيان اغمى عليه، وبعدين البليدنج اللي جوه بيبدا يحصل له تجمع. التجمع ده فاريبل جدا في التايم بتاعه لحد ما يبقى سيجنيفيكانت انف ان هو يريز الانتراكرانيال تنشن، يقوم يعمل second disturbed conscious level اللي احنا بنسميها brain compression، وده اللي بيعمل raised ICT اللي احنا بنسميها فيها headache وبابليديما vomiting وبليرنج فيجن. لازم تعرف ان الاكسترا ديورال هيماتوما يجولي بتكون rupture of middle meningeal artery، يعني النزيف في الاكسترا ديورال بيكون مين؟ arterial middle meningeal artery. ده عكس الصب ديورال هيماتوما اللي مشهورة مع الاولد ايج والالكحوليك واي حد على anticoagulation. هنا اهم ما يميزها دايما fluctuating conscious level، يعني العيان فايق شويه وشويه تاني تايه، شويه فايق وشويه تايه. احنا فين؟ احنا في المستشفى.
دول مين؟ ده ابني كذا وده مراتي كذا، شوية صغيرين، احنا فين؟ مش عارف. طب دول مين؟ دي جدتي، وتطلع مثلا مراته. فده اسمه fluctuating conscious level، ده characteristic لمين؟ للسبديول هيماتومة. وده رابشر في البريدجنج فينز. السب اراكنويد هيموج بيجي بسيفير اوكسيبيتال هيدك بلس ساينز اوف مننجزم، اللي هو هيدك، اللي هو عنده ستيف نيك وعنده بوست بروزينسكي ساين وخلافه، with raised intracranial tension. ده usually spontaneous subarachnoid hemorrhage، ده most common cause نتيجة rupture cerebral aneurysm. فالإكسترا دورا بيكون artery، meningeal artery. السب دورا بيكون bridging veins، والسب أراكنود usually بيكون cerebral aneurysm. ممكن يكون طبعا traumatic، بس هو أشهر نوع من هنا ال spontaneous subarachnoid hemorrhage. يجي بصلا occipital headache، يقولك إنه هو ال worst headache ever، worst headache ever، sudden severe excruciating occipital headache. لو جيت تبص على اليمين ده اهي، اللي عامله منظر القوس ده اهو، القوس باصص لجوه، معنى ان القوس باصص لجوه ان الكومبريشن جاي من بره خالص، اللي بره خالص هو الاكسترا ديورال، فده اكسترا ديورال هيماتوما. هنا على النقيض القوس باصص لبره ناحيه السكال، القوس باصص لبره اهو، اهو القوس عامل زيه زي السكال، موازي ليها، فمعنى كده ان هو غالبا من جوه. فافتكر ان ده هو مين؟ السب ديورال. ده السب ديورال وبيرسبكت الميد لاين مش بيعديه. اما ده مين؟ الاكسترا ديورال. اما اللي جاي ده عم الشباب السب اراكنود هيموج، فين يا عم الهيموج ده؟ اهو يا عم الخط اللي في النص ده، السجدال بلين ده اهو، السجدال ساينس ده اهي، وكذلك على الناحيتين هنا اهوت، وكذلك هنا اهو، دي السب اراكنود سبيسز اللي بتوين البرين تيشو، وده عيان عنده سب اراكنود هيموج. هنا بقى في تساؤل، هو العيان امتى اعمل له سيتي؟ في عيان لازم اعمل له حالا، وفي عيان ممكن استنى عليه 8 ساعات. ازاي؟ العيان لو دخل اصلا الاستوديو من البدايه لازم سيتي على طول حالا، يعني كوما سكو الم تطشن في البدايه ده لازم سيتي، او بعد ساعتين من الانجري بدا الكوما سكور يقع، يعني هو كان داخل طبيعي ووقع بعد ساعتين، او العيان جاي في حادثه فعنده suspicious لي open او depressed fracture skull، او عنده اعراض باينه قوي قوي للبيزل سكال فراكشر، اهم حاجه فيها الباندا اي، تلاقي عينين الاثنين حواليهم هيماتوما محترمه مسودين جدا جدا، فحسوا كان هم سود شبه الباندا، عيون الباندا يسموها باندا ايز، او انك تلاقي العيان عمال بيلايكس اس اف من ودنه او من مناخيره، او الباتل ساين اللي بتلاقي فيها هيماتوما محترمه جدا جدا فوق المستوي بروسس عند العيان ده، طبعا لازم على طول سيتي في ساعتها، ده معنى كده في بيز سكال فراكشر على طول، او فتس بعدها على طول، يعني اتخبط وبعد ما اتخبط فتس خلاص ده لازم سيتي، او بعد ما اتخبط عنده جزء فيه شلل في فوكال ديفيسيت خلاص، او رجع. بص بقى، مش اي حد يرجع اعمله سيتي هيد، لازم يكون رجع اكتر من مره، تلاقي دايما بتوع جراح مخ واعصاب او النيورو بيسالوا عن كده، ولا رجع كام مره؟ مره خلاص مش مشكله، اكتر من مره معنى كانه غالبا فيه كومبريشن برين، فممكن يكون العيان ده محتاج سيتي هيد عشان الاكسكلود يكون في فعلا مصيبه جوه نزيف وخلافه. امتى بقى اعمل وزن 8 ساعات من الانجري؟ هنا عيان ما عندوش اي ريسك فاكتور بس سنه بس 65 سنه او اكبر، او على اورال انتي كواجلانت ايا كان هو ايه، او العيان في دينجرس ميكانيزم اوف انجري، زي ايه مثلا؟ يعني زي مثلا عيان مثلا اتخبط خبطه وقام طاير من مين؟ من موتور فيكل، او واقع من ارتفاع اكتر من متر او 5 سلالم، او بقاله اكتر من نص ساعه مش فاكر الاحداث اللي حصلت قبل الخبط عدل، ريتروجريد امنيجيا. في كل هذه الظروف العيان ده لازم يأندر جو سيتي هيد وزيت 8 اورز. وهنا نقف وقفه، لو ان العيان على وارفرين وعنده هيد انجري وما عندوش اي انديكيشن فور سيتي، فهنا العيان هيعمل سيتي وزين 8 hours of injury. يعني العيان لو sustained head injury وما عندوش اي مشكلة ان انا اعمل CT على طول، بس العيان على warfarin، فهنا العيان يتعمل له CT head within 8 hours of injury. ده ابسط مثال على الحوار. نيجي نتكلم عن الكورية. انا عايزك تعرف ايه في الكورية دي؟ بيسموها نوع من انواع rapid jerky movement which moves from one part of the body to another، دي الكورية.
ودي عكس حاجة تانية اسمها الأسيتوزس، ودي عبارة عن slow sinus movement of limbs. الكورية تكمن مشكلتها غالبا في الكوديت نيوكليس. اهي الكورية تكمن مشكلتها غالبا فين؟ في الكوديت نيوكليس، في المكان ده كده بالظبط. اسبابها كتير طبعا، من الاسباب الهيريديتري كونديشنز اللي هي الهانتينجتون كورية، اما معظم الاسباب الاخرى بتكون يوجوالي اكوايرد زي الروماتيك كورية لو انتوا فاكرين يعني. المهم برضو ويلسون ديزيز بيعمل مين؟ كوريا. يبقى انا عندي حركات سريعه لا اراديه بتتنقل من مكان للتاني اسمها كوريا، ولو كانت ابطا شويه وبطيئه بيسموها اسيتوزس. في حاجه ثالثه بقى اسمها هيميبالازماس. هيمي من اسمها يعني نص، نص جسم العيان فايلنتلي بيتحرك بعنف وبشده وبطريقه يعني بشعه. هنا العيان ده الهيميبالازماس بتقل معاه لما ينام، وتزيد معاه جدا بالاسترس، تزيد بالاسترس وتقل بالنوم. حتى هي باليستيك موفمنت، تحس ان هي جايه من الصواريخ البالستيه من كتر ما هي عنيفه، حركات عنيفه. الكورنستون فيها هيميبالازماس هالوبيريدول، هيميبالازماس هالوبيريدول which is anti dopaminergic agent. وزي ما قلت انا هتكلم عن الادويه في وقت تاني ان شاء الله. بعد كده نتكلم عن الهانتينجتون ديزيز، بما انه هو الهيريديتري فورم من كوريا، في شويه معلومات بعينها عايزك تعرفها عنه. اول حاجه ان هو غالبا انكيورابل كونديشن، بيحصل تقريبا في الوفاه بعد 20 سنه من التشخيص. تاني حاجه ان هو اوتوزومال دوميننت نتيجه تراي نيوكليوتايد ريبيت سي اي جي، وده تالت حاجه نتكلم فيها عن التراي نيوكليوتايد ريبيت بعد ال فريدريتش التاكسيا، ادي واحد. و بعد ما اتكلمنا عن حاجات تانية برضو في المايوتونيك، في المايوتونيك ديستروفي، كلام جميل. المهم لاحظ انه الهانتينجتون في حكاية الانتسيبيشن. يعني ايه انتسيبيشن؟ يعني لو كان في ام النهاردة اصيبت عند سن 35 سنة، فابنها او بنتها لو اصيبوا منها بالمرض هيصابوا عند سن 30 او 25 سنة، هيجي لهم earlier age للأسف. ده بيشو anticipation، ده كلام مهم جدا. هنا مشكلته بيكون degeneration في الكولينرجيك والجابا وجابرجيك نيورونز في الاسترياتم بتاع البيزل جانجليا. مشكلته في الاسترياتم بتاع البيزل جانجليا زي مين بالتحديد؟ زي الكوديت نيوكليوس بالتحديد. مش محتاجين نتكلم كتير قوي قوي ايه اللي بيحصل فيه. من كوريا وبيرسونال تشينجز، هنا بيبقى فيه ريتابيليتي واباثي وديبريشن، وبيتقلب بعد كده طفل وحكايه، وانتلكشوال امبيرمنت وديستونيا ومشاكل في عينه. دي اشكال، دي اظهر، دي يعني ابسط الاشياء اللي ممكن تحصل في عيال هانتينجتون كوريا انه مور. نيجي نتكلم بعد كده عن الهيربس سيمبلكس انكفلايتس تريد of fever and cloudy consciousness plus CT والMRI مميز قوي يا اخوانا، بيضرب الميديال تيمبرال لوب والانفير فلانتال لوب، بس بالذات التيمبرال لوب. ده هيربس سيمبلكس انكفلايتس عدل وش، بالذات لو لقيت فيها بي تي كيل هيموريدج زي ما هي كده بالظبط. fever plus cloudy consciousness plus CT او MRI يوروك الميديال تيمبرال and inferior frontal changes raise suspicion for herpes simplex encephalitis. ولو شخصتها على طول ادي ميم IV acyclovir على طول. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها idiopathic intracranial hypertension، او اسمها التاني سابقا pseudo tumor cerebri. دي بتكون young aged overweight female، بيكون عندها features of headache blurring vision plus papilledema. papilledema بتظهر من فحص قاع العين، وفيها enlargement طبعا blind spot. usually لو كان في nerve palsy بيكون غالبا 6 nerve palsy اللي هو lateral rectus paralysis abducent nerve. headache blurring vision وبلديمه، ده triad intracranial hypertension لما تيجي في سن صغير overweight female. usually احنا بنتكلم على intracranial hypertension. ايه علاجها يا عم الحاج؟ اول حاجه weight loss. هي لو overweight weight loss فمهمه جدا في الحاله لو انت شخصتها كده IIH، ان انت لازم تشوف الحالة اصلا بي ام اي بتاعها كام. يعني هو لو كبير محتاجة يوتلس، اما لو هي رفيعة خلاص مش محتاجة. لو بنفت من يوتلس وقتها خش على السكند لاين اللي هو مين؟ سيتازولاميد
ده تاني حاجه، او توبيراميت او ريبيتد لامبر بانكشر. طبعا هو يوجوالي بيسالك في اول حاجتين بس، الويت لوس والاسيتازولامايد. نيجي بعد كده ايه هي الريسك فاكتورز اللي ممكن تخلي البنت دي عندها ايديوباثيك انتراكرينال هايبرتنشن، زي ما قلنا الفيميل سكس اوبيز. لكن في شويه ادويه ممكن تعمل كده، خد بالك بقى من السي او سي والاسترويدز والتتراسايكلين والفيتامين اي والليثيوم، خمس اسباب مهمين للايديوباثيك انتراكرينال هايبرتنشن. تعال نتكلم بعد كده عن الانتراكرينيال فينوس ثرومبوزس، وانا عندي فيهم ثلاث حاجات: ساجيتال سينوس ثرومبوزس، كافيرنس سينوس ثرومبوزس، اند لاترال سينوس ثرومبوزس. نيجي للي في النص اللي هي الكافيرنس سينوس ثرومبوز. الكافيرنس سينوس بيمشي فيها 3 و4 و5 و6، فالعيان ده يجوا اللي بيكون عنده شلل في عينه. شلل في عينه يجوا اللي بيكون في النيرف رقم 6 قبل 3 و4. ليس هذا فقط، قريبا كنا بنتكلم عن الميوكورمايكوزس اللي هو راينوسيريبرال ميوكورمايكوز. اللي شاف الحالات اللي شبه كده يعني مثلا بيلاقي العيان دايما عنده سويلنج في الاوربت، بيري اوربتال سويلنج رهيب، بيسموها بيري اوربتال اديما. فلما تلاقي كومباينيشن بيري اوربتال اديما وسالموبليجيا، انت بتشك ان في مشكله في الكافيرنس ساينس. اللي كان من ضمنها بيحصل مين؟ الميوكورمايكوز كان بيعمل لها انفيجن. فدايما بنشخصها كده ان يكون العيان عينه مورمه، حوالين عينه مورم جدا جدا، بايلاترال بلس ابديوسنت بولسي او كومبليت اوف ثرموبليجي، كلهم مضروبين. شكرا، ده الكافيرنس ساينس. اللاترال ساينس بقى عباره عن ابديوسنت فيشال بولسي، يعني لما تلاقي ابديوسنت بولسي ان هو العيان عينه ضربه لجوه مع فيشال بولسي، يبقى العيان ده عنده ميم كافيرنس ساينس لاترال ساينس ثرومبوز، ما بيسالش فيها قوي. اخيرا الساجيتال ساينس ثرومبوزس، ودي معروفه ان هي ميد لاين، دي ميد لاين في البرين. وبما ان هي ميد لاين في البرين فبتعمل غالبا باي لاترال سيمتومز، باي لاترال سيمتومز اوف. ممكن تعمل الاول يوني لاترال سيمتومز يعني هيموبليجيا، وممكن تعمل سيجرز. اهم ما يميزها وما جبناش دي للاسف عليها، هو في حاجه اسمها ام تي دلتا ساين بتبقى موجوده في الفينوغرافي، لكن يعني برضو اكتر حاجه بيجيبها ستيل هي الكافيرنس سينوس ثرومبوز. طبعا لو سألك يا ابني ايه هو الجولد ستاندرد فور دايجنوزس لاي حاجه من دول، طبعا هو الام ار اي فينوغرافي. فخد بالك لما تلاقي واحده حامل او اراوند ليبر او افتر ليبر، والست دي جايه تشتكي من، والست دي فجاه بدات يبقى عندها هيدك ويبقى عندها سويلنج في عينيها، طبعا يو شود سسبكت، ومعها اي موتور بتاع ده باثولوجي. طبعا هنا يو شود سسبكت ان ممكن يكون فيها مالها، ممكن يكون فيها كافيرنس سينوس ثرومبوز. هتشخصها ازاي؟ ام ار اي فينوغرافي، ام ار اي فينوغرافي. نيجي نتكلم بعد كده على المايسينيا جريفز. المايسينيا جريفز طبعا الكي فيتشر فيها دايما ماسل فاتيجابيليتي، ماسلز بيحصل فيها فاتيج، بالذات مين؟ الاكسترا اوكيولار ماسلز. هنا العضلات بتبقى ويكر اوفر تايم ديورينج بيريدز اوف اكتيفيتي. خد بالك معلش لما اقولك ان العيان قام الصبح من النوم كويس، بس لما يبدا يشتغل يتعب، ده مايسينيا. ده عكس حاجه تانية اسمها لامبرت ايتن، هنتكلم عنها كمان شويه، بتيجي مع السمول سيل لان كانسر. ده بينتج عنها بقى ان العيان يوم الصبح تعبان، بس بعد شويه من الريبيتيتيف اكت يبدا العيان الاسترنس تتحسن. دي حاجه مميزه هناك لامبرت ايتن سيندروم، هنتكلم عنها برضو كذلك. المهم العيان ده لما تيجي انفستيجيت ايه هو الدياجنوستيك انفستيجيشن اوف تشويس في عيان مايسينيا جريفز، هو سنجل فايبر الكترومايوجرافي. ما تتخدعش وتكتب الانتي بوديز زي ما انت شايف كده الحساسيات عامله ازاي، من 92 ل 100% سنجل فايبر الكترومايوجرافي كومبير تو 85-90% للاسيتيل كولين ريسبتور انتي بوديز. فالدياجنوستيك هو سنجل فايبر الكترومايوجرافي. المانجمنت في الاكيد اتاك ان العيان ياخد بلازما فارسس او الالترناتيف اي في اي جي. هنا البلازما فارسس رقم واحد، الاي في اي جي رقم اتنين. والمانجمنت العيان بيمشي على لونج اكتنج استايكوردستريز انهبيتور اللي هو البايدستجمين. لو انتوا فاكرين المايسينيا ده عباره عن انتي بوديز بتاتاك الاسيتيل كولين ريسبتور، فين؟ في النيورو ماسكولار جانكشن. فاحنا هنا بندي حاجه عشان خاطر تمسك في الريسبتور وتتجاهل الانتي بوديز اكتر،
ساعات ساعات العيان يحتاج immune suppression بسترويدز وخلافه long term، بس ده مش في الاول خالص. يجوا العيان كلهم بياخدوا مين؟ بايد دوستجمين في الاول، ده المايسينيا. هنا بقى مهم جدا، يقولك العيان بتاعنا كان مايسينيا وبعد كده العيان جاله SVT فعالجناه بيتا بلوكر، بعد كده العيان بقى يبقى عنده صدم مصر ويكنس وعنده respiratory مصر بريتشل و تايب 2 سبايتري فيلير وحالته كارب، ايه اللي عمل اكزيربيشن للعيان ده؟ البيتا بلوكر. عشان تبقى عارف، البيتا بلوكر والليثيوم من اشهر الاشياء اللي ممكن تعمل اكزيربيشن للمايسينيا ومن الانتي مايكروبيال الجنتامايسين. يبقى عيان مثلا عنده مثلا بروسيلا وقررنا نديله مين؟ دوكسيسايكلين وجنتامايسين مع بعض، فالعيان يكزيربيت مين؟ المايسينيا جريفز، ده الجنتامايسين. ولو لقيت انت مايكروبيل مع بعضهم فتذكر ان الجنتامايسين اكتر واحد فيهم بيعمل مين؟ بيعمل اكزيربيشن للمايسينيا. اللامبرت ايتن اختها هي سيدي، اللامبرت ايتن بقى عباره عن ماسل ويكنس بس مع الريبيتيتيف اكت العيان يتحسن، المسل سترينث تزيد. هنا بقى انتي بوديز اجينست الفولتج جيتد كالسيوم شانلز برضو موجوده في النيورو ماسكولار جانكشن. فهنا اللي بيحصل بقى ايه؟ ان احنا لما بنعمل ريبيتيتيف اكشن بنعمل ريبيتيتيف كالسيوم ريليز تقوم تمسك في المسل فتحسن الباور اكتر. دي سين ان اسوشيشن ويز سمول سيل لان كانسر زي ما قلنا، انتي بودي دايركتد اجينست البري سيناتيك فولتج جيتد كالسيوم شانلز، عشان ده سؤال بيجي في الامتحان. نتكلم بقى عن حاجة اسمها lateral medullary syndrome اللي هي الوالنبرج، وفي حاجة تانية اسمها بونتاين سيندروم، ميديان بونتاين سيندروم. في lateral وفي ميديان، يعني في واحدة بتضرب مدلة اللي هي هي الأشهر اللي هي الوالنبرج، ودي مشكلة في البوستيريو inferior cerebellar artery، ودي بيكون فيها حاجتين cerebellar و brainstem features. أهم حاجة في وسط كل دول الفيشيال لامبنس، ان العيان بيكون عنده 10 ميل في وشه لكن مش فيشيال بولسي. ليه بقى يا عم الحاج؟ اصل العيان ده لو عنده نفس الاعراض بس عنده فيشيال بولسي، يعني عنده شلل في العصب السابع، يبقى بونتاين سيندروم، ميديال بونتاين سيندروم بتاعت البونز. اشمعنى؟ لان الفيشيال نيرف اصلا بيطلع من البونز، الفيشيال نيرف نيوكليس وطلوعه بيطلع من بونز، فعشان كده الطبيعي انه يحصل فيشيال بولسي مع البونتاين ليجا مش مع المدلري. فدي لاترال ميدلري سندروم عشان احنا بنتكلم عن المدله، انما التاني مين؟ ميديال بونتاين سندروم. فما يفرق الميدلري سندروم من البونتاين سندروم هو الفيشيال نيرف. يا ترى هو في فيشيال بولسي يبقى لا بونتاين، مفيش وفي نمبرس مكانه بس يبقى ميدلري سندروم. اسباب المايوزس مهمة جدا جدا، يعني لو صادف الوقت نجيبها في الرمض. الهورنر سندروم ده مشكلة في السيمباستيك تشين، في حاجة عندي اسمها أرجايل روبرتسون بيوبل، افتكر ان هو ARB أرجايل روبرتسون بيوبل، عشان تبقى عارف ايه absent R أرجايل روبرتسون بيوبل. أرجايل روبرتسون بيوبل الاكوموديشن ريفلكس بريزنت، ARP اكوموديشن ريفلكس بريزنت، اكوموديشن ريفلكس بريزنت ARP، ادي الاختصار. اعكسه بيوبيلاري ريفلكس ابسنت PRA، ARP اكوموديشن ريفلكس بريزنت، اعكسها PRA بيوبل ريفلكس ابسنت. ده الكاركترستيك فيتشرز بتاعت الارجايل روبرتسون بيوبل. السنال مايوزس بقى والبونتاين هيموج وكونجينيتال، لكن لا تنسى الادويه اللي بتعمل مين مايوزس. انت عارف منهم الاوبييتس والشبهها كده، التسمم بتاع الرش او سم الفلان الاسود اللي هو الاورجانوفوسفاس توكسيستي، او ان حد يكون واخد اي دروبس اصلا بتعمل مين سيمباسوميميتيك بارا سيمباسوميميتيك اكتيفيتي اللي هي البايلوكاربين بتعمل مايوزس، عشان ده اكشن بارا سيمباستيك. اما السيمباستيك بيعمل مين مايدريسس. نيجي بعد كده الام اس، ده دي ماينيشن في السي ان اس يوجوالي دايجنوزد في الناس اللي عندهم من 20 ل 40 سنه. هنا دي ماينيشن في السي ان اس يعني انكلودنج البرين والسباينال كورد. هنا العيان يوجوالي بيكون عنده اول حاجه افكتد هي مين؟ عينه اللي هو الاوبتيك نيورايتس والدي موست بريزنتنج فيتشر، والاوبتيك الاوبتيك نيرف والاوتوفس فينومينال اللي هو العيان
لما يسخن تلاقي الرؤية بتاعته بقت بليري ومش حلوة، والانترن يقلل اوف ثرموبليجيا اللي قلناها من شوية، ان العين ما بيعرفش يحرك عينيه مع بعضها، اللوس اوف ابدكشن بتاعت العين اثناء الحركة يمين وشمال. اكتر حاجة مميزة في الام اس هو الاعراض بتاعت العيان الفيجوال. ممكن بقى تيجي سنسوري موتور اوتونوميك بيهيفير، ممكن يجي باي شكل. طب وبعدين اهم حاجة مميزة في الام ار اي هو الهاي سيجنال تي تو ليجنز، وتلاقي بليكس بيري فنتريكولار بليكس. البيري فنتريكولار بليكس كاركترستيك لميم للام اس. طبعا السي اس اف كذلك في العيان ده تلاقي فيه اوليجوكلونال بانز بلس زياده في تصنيع الاي جي جي، انكريزد انتراثيكال سينثيسيس اوف اي جي جي. المناعه في حالات الام اس يوجوالي بتكون سيل ميديتد اوتو اميون ديزيز، يعني تي سيل ميديتد، وزي ما قلنا هو ممكن افكت اي ايج بس موستلي من سن 20 ل 40 سنه. علاجه هاي دوز استرويد 5 ايام اي في او اورال ميثايل برنيزون، يوجوالي بيكون اي في. بس لاحظ بقى حاجه، في طبعا علاج له مينتنس كتير، حاجه زي الانترفيرون بيتا وحاجات بقى تانية كتير كده انا ريتش سيتو مش مهم تعرف من اول حقيقه، يعني لو قابلتهم مره احفظ السؤال كده وخلاص، انما هو مش مطلوب منك او تعرف المينتنس اللي ممكن امشيه على عيان ام اس دلوقتي زي الفينجلامايد وزي النتالازوماب وخلافه يعني. لكن لو في معاه حاجات تانية ممكن نعالجها، الفاتيك بتاعه بعد ما نكسكلود اذر كوز بنعالجه بالامانتادين. الفاتيج طول ما انت مع الامانتادين انت في امان من الفاتيج، امانتادين امانك من الفاتيج. سباس تيستي بندي مصر لاكسنت اشهرهم الباكلوفين والجابابنتين. لو عنده بلادر ديسفانكشن وقال لك عيان ام اس وعنده مشكله في بلادر ريتينشن في اليورين مثلا، ايه النكست ستيب في العلاج؟ الترا ساوند. اعمل الترا ساوند ليه؟ لو كان مجمع ميه هنعمل له انترميتنت سيلف كاثيترايزيشن، اما لو مش مجمع ميه فده معناه ان احنا عاوزين ندي حاجه انتي كولينرجيك عشان خاطر العيان في اللحظه دي بيفرغ باستمرار، احنا محتاجين نهد شويه تون نيمبروف اليورين فريكوانسي يعني. فعشان كده بنعمل ايه؟ بندي انتي كولينرجيك في العينين دول. اما لو العين عنده اوسيلوبسيا اللي احنا بنسميها الفيجوال فيلد، تحس ان عم بيتراقص قدامه بيتنطط يعني، بندي فيها مين؟ جابابنتين. البروجنوستيك فيتشرز في عيال ام اس تقريبا هو الايديال بيشنت، سن صغير 20-30 سنه، في ميل اونست غالبا، ريلابسنج ريميتنج تايب ده الموست كومن تايب وده احسنهم، فيري اكسلنت بروجنوستس، العين بيرجع ان بتوين كويس جدا، والاعراض تكون سنسوري بس، وكمبليت ريكفري بتوين لابس، ولونج انترفال بتوين الفيرست تو لابس. فدايما العيان ده البروجنوستيك فيتشرز دي هي التيبيكال بيشنت بتاع الام اس اصلا، ودي احسن حاجه فيه. نتكلم بقى عن الباركنسونيزم. الباركنسونيزم هو ثلاثيه الطار تريمورز ريجيديتي وبراديكاينيزيا، احنا مشيناها اكاينيزيا بس هي واقعيا براديكاينيزيا مش اكاينيزيا. العيان بيبقى عنده بطء في الحركه مش لدرجه ان هو ما بيتحركش خالص يعني، هو بطء بس مشيها اكاينيزيا بس عشان خاطر ايه تفتكر ان في حاجه لها علاقه بالكاينيزيا يعني ان هو حركه بطيئه براديكاينيزيا. لاحظ حاجه مهمه قوي، العيان بتاع الباركنسونيزم العادي بيكون عنده اسيمتريكال سيمتومز، يعني ما تلاقيش التريمورز على الناحيتين زي بعض، عكس مين بقى؟ الدراج انديوزد باركنسونيزم ده عنده موتور سيمتومز جنرالي اكتر، ما عندوش ريجيديتي ولا براديكاينيزيا، انما هو عنده موتور سيمتومز ويتش ار رابيد اونست اند يوجوالي باي لاترال سيمتريكال. يعني لما تلاقي العيان جاي في الامتحان اعراض تريمورز وبراديكاينيزيا وريجيديتي والاعراض باي لاترال وسيمتريكال، ده دراج انديوزد على طول. اما لو اسيمتريكال تبقى ميم ايديوباثيك باركنسونيزم. هنا بقى في حاجه اسمها باركنسونز بلس سندرومز، ودي يعني بص بتبقى يعني دوخه، اللي بيقعد يذاكر كده في فاطمه ان والله بيقعد يلف وراهم ويدوخ. احنا جمعناهم سوا مع بعض عشان تبقى فاهم يا عم. احنا عندنا ثلاثه اساسيين مهم تعرفه، في حاجه عندي اسمها ليوي بادي ديمنشيا، وفي عندي حاجه اسمها مالتيبل سيستم اتروفي ام اس اي، وفي حاجه اسمها بروجريسيف سوبرا نيوكليير بولسي. اول واحد اسمه ليوي بادي ديمنشيا، عباره عن باركنسونيزم زائد ايه بقى؟ fluctuating cognitive function and motor impairment within one year. بص
عيان اللوي بارد ديمنشيا يوجوالي بيجي بالباركنسونيزم والكوجنيتيف فانكشن والموتور امبيرمنت سوا، لان الباركنسونيزم اتسلف بيأفكت الكوجنيتيف فانكشن، بس الفرق ان عيان الباركنسونيزم غالبا بيديفلوب الحاجات دي بعد سنه من التشخيص، انما العيان بتاعنا اللي هو اللوي بارد ديمنشيا ده بادئ بيهم مع بعض. اللوي بارد ديمنشيا عباره عن باركنسونيزم بلس fluctuating cognitive function and motor impairment within one year. المالتيبل سيستم اتروفي يتميز بانه باركنسونيزم معاه اوتونوميك زي الاكتاس فانكشن غالبا، وسيريبيلر سيمتوم زي التاكسيا والحاجات اللي قلناها. البروجريسيف سوبرا نيوكليار بولسي بقى العيان ده بيقع كتير، بس المميز قوي في حاجه بقى اسمه بروجريسيف سوبرا نيوكليار بولسي. سوبرا يعني فوق صح، عشان تفتكر ان هو بيبص لفوق فيحصل له بولسي لفوق، يعني فيرتيكال جيز بولسي. اللي عنده بروجريسيف سوبرا نيوكليار بولسي مميز جدا بالفيرتيكال جيز بولسي، وانه لا يستجيب لميم للال دوبا للاسف الشديد. يعني ده بالنسبه لمين الباركنسونز بلس سندرومز. بعد كده نتكلم بقى عن تو سندرومز مهمين جدا، في واحده اسمها سيروتونين سندروم والتانيه اسمها نيوروليتيك مالجنان سندروم. الفرق في الاتيولوجي، وهنقول تركز غنانة خالص تفرق لنا السيمتومز من بعضها والمانجمنت. السيروتونين من اسم واضح ان هو عايز حاجة اوجيومنت شغل السيروتونين زي الاس اس ار اي والماون هيبيتور، ده اشهر حاجة. عن نقيض النيوروتيك ميجنال سندروم ملهاش علاقة بالسيروتونين، ولكن لها علاقة بالانتي سايكوتكس. بالانتي سايكوتكس ايا كان بقى سلو انست فاست انست ما بيفرقوش كتير او يعني في الحكاية، لكن لاحظ معايا السيروتونين سندروم بيكون عنده اعراض اشبه بالابر موتو نيرون، فبيكون عنده هايبر ريفلكسيا وكلونس وكمان دايليتد بيوبل. فالهايبر ريفلكسيا بتفرق السيروتونين سندروم من نيوليبتك، لانه بيكون في النيوليبتك هايبر ريفلكسيا، والدايليتد بيوبل بيفرق السيروتونين سندروم من النيوليبتك، لان النيوليبتك بيكون معها نورمال بيوبلز، انما السيروتونين بيكون معها مين دايليتد بيوبلز. شخصت ده او ده حلو قوي. يوجوال العيان بيكون في الحالتين اي في فلويدز وبنزودازيبينز الفيرست لاين تريتمنت. الفلويدز طبعا عشان خاطر السخونيه العنيفه اللي هو فيها، ده هيبقى بايركسيا في العيان ده مع بنزودازيبينز الفيرست لاين تريتمنت. اما لو سالك عن حاجه ديفينيتيف، فالسيروتونين انتاجونست في الحالات دي هو سيبروهيبتادين او كلوبرومازين. ولو بنتكلم عن حاجه سبيسيفيك فور نيوروليتيك مالجنان سندروم هو الدانترولين. الدانترولين ماشي، فده الفرق بينهم. في بعد كده برضو فرق بين النيوروفايبروماتوزس والتيوبراس سكليروزس. في شوية حاجات مهمة جدا بيسألك فيها. اولا النيوروفايبروماتوزس له علاقة بالضغط، كون ان هو ممكن يعمل فيه كروموسايتوم. ثانيا بيسألك في الاكزيلاري اند جراين فريكلز، دي رقم اتنين. ثالثا بيسألك في المشاكل اللي في العين، كلاهما بيعمل في العين ليجنز، والليجنز هنا بتكون هامرتوما. هامرتوما يعني ايه اخوانا؟ يعني presence of normal tissue in abnormal location. presence of normal tissue in abnormal location. وليكن مثلا تلاقي skin tissue موجود في العين مثلا، مثلا اسمها هامرتوما. ارجوكم ارجوكم افتكروا كويس اسم الليجن توصفها ايه، عشان خاطر بتتلخبطوا فيها. يقولك ريتنال هامرتوما ولا ريتنال هيمانجيوما. الهيمانجيوما بتحصل مع الفون هيبل لينداو سندروم وهنتكلم فيها، انما التيوبراس سكليروس بتعمل ريتنال هامرتوما، والنيوروفايبروماتوسس بتعمل ايريس هامرتوما. يبقى النيوروفايبروماتوسس بيبقى في الايريس، اما التيوبراس سكليروس بيكون ريتنال. افتكر بقى في شوية أسماء كفار فوق كده، ما لو افتكرتهم خير وبركة يعني. افتكر بس انه لو بندور على حاجة فيهم ممكن تعمل صرع إبيليبس يعني او ديفلوبمنتال ديلي، فهيكون تيوبراس سكليروس. افتكر انه الاتنين بيعملوا هامر توما هامر توما. نتكلم بقى عن حاجة اسمها النيورومايلايتس اوبتيكا، ودي من اسمها النيورو يعني احنا عاوزين اوبتيك نيورايتس، غالبا باي لاترال اوبتيك نيورايتس، وده نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل برضو في الرمض يعني ان شاء الله. ده عيان بيكون عنده بين وعنده ريلاتيف افرنت بيبيلا ديفكت، بين في عينه مع ريلاتيف افرنت بيبيلا ديفكت.
bilateral optic nerve الاثنين. myelitis يعني التهاب في الحبل الشوكي، يعمل بقى اعراض بارابليجي، يعمل سنسوري لوس، يعمل مشاكل ايا كانت هي ايه، بلس 2 او 3 من دول، 2 من التلاته دول. spinal cord lesions involving 3 or more spinal levels، ده في الام ار اي، ونفس الام ار اي على البرين فري، يعني الام ار اي برين فري والسبينال كورد 3 او اكتر سبينال ليفلز، بلس اكوابولين 4 بوزيتيف سيروم انتي بودي. احنا عاوزين 2 من 3 من دول عشان نشخص النيورومايلايتس اوبتيك. حقيقه رغم ان هي صغيره جدا الا ان هي اسئلتها بتيجي في الامتحان كتير، ودي علاجها للاسف امينو سبريسنت ويز ريتوكسيماب اللي هو الانتي سي دي 20. نيجي للنيوروباثيك بين، وهو بيسالك فيه هنا اعالجه ازاي، معالج ازاي نيوروباثيك بين. في حاجه من اربعه قدامك هم، اميتريبتالين او الدوكسيتين او الجابابنتين او بريجابلين. هو الفكره هنا لو اديت له فيرست لاين اختار اي حد من دول. لاحظ ان الاميتريبتالين فيه انتي كولينرجيك، فاي عيان ممنوع عن الانتي كولينرجيك اتروبين لايك يعني ممنوع ياخد اميتريبتالين. افرض بقى انه في نوع منهم ما اشتغلش، فيرست لاين تريتمنت نوت وركينج، هل السكند لاين ان انا اضيف دواء ولا غير؟ لا هتغير، هنا هنغير، هنحط دواء تاني، مش هنحط اتنين مع بعض. احنا ما بنعالجش نيوروباثيك بين بحاجتين سوا، هو مونوثيرابي دايما، الفيرست لاين مونوثيرابي، السكند لاين مونوثيرابي تاني غيرها، الثيرد او ريسكيو ثيرابي فور اكزيسبيشن هو انه ياخد ترامادول. وساعات لو في لوكالايزد نيوروباثيك بين زي حالات البوست هيربيتيك نيورالجيا بيدوها توبيكال كاباسيين، توبيكال ايه كاباسيسين. ده النيوروباثيك بين، لا تنسى القاعده في نيفر ايفر كومباينيشن ثيرابي، ات از موست اولموست اولويز ماله مونوثيرابي. لما تلاقي ترياد ديمنشي ويون انكونتيننس وابنورماليتي في الجيت، suspect normal pressure hydrocephalus. لما تلاقي dementia gait abnormality urine incontinence يساوي normal pressure hydrocephalus، ده بيحصل هنا dilatation فين، في الفوق في الventricles without obstruction في CSF pressure، ويجبل نتيجة CSF absorption نفسه هو اللي بيقل. هنا عالجها شنط. لو سألك normal pressure hydrocephalus، ده حد كبير في السن غالبا عنده triad of dementia abnormal gait urine incontinence، التلاتة دول مع بعض اسمهم normal pressure hydrocephalus وعلاجهم ventricular peritoneal shunting. النستجمس في منه نوعين، في منه حاجة اسمها up beat نستجمس وفي حاجة اسمها down beat نستجمس. بص بقى معايا، الداون بيت نستجمس افتكر الداون بيت نستجمس ان هو عبارة عن herniation زي ما قلت للcerebellar tonsils بتاعت cerebellum، يعني down through foramen magnum. داون ليه؟ عشان تفتكر ان هو بيتزحلق لتحت وبيعمل نستجمس لتحت، اسمه داون بيت نستجمس. داون بيت نستجمس مع ارنولد كيري مالفورميشن اللي قلناه في اول الفيديو، وبالتالي اب بيت مع السوريبيلر ذيرمس ليجنز، السوريبيلر ذيرمس ليجنز، الاب بيت مع الفيرمس والداون بيت مع التونسلز. نتكلم بعد كده عن حاجة اسمها اوتو سكليروزس. اللي بيحصل بقى عم الحاج، البون بتاع الاير، عندي طبعا بونز موجود في الاير اللي هو بنسميهم بالعربي المطرقة والسندان والركاب، دول بيتغيروا في فاسكولار سبونج بون، وبالتالي هو رخو ومش بون عادي، فبيرزلت ان كونداكتيف هيرينج لوس بالطبع، سنس ان الاستابيديس مثلا كمثال مصل يعني ماسكه في العظم بتاع الودن ده عشان خاطر بتشتغل في ميكانيزم الكوندكشن بتاع الايه الصوت. فهنا المشكله في العيان ده كونداكتيف هيرينج لوس دي تو فيكسيشن اوف الاستابس المطرقه يعني تو ذا اوفال ويندو. الاوتوسكليروسيس يوجوالي اوتوزومال دوميننت بيافكت اليانج ادلت من سن 20 ل 40 سنه، ينتج عنه كونداكتيف هيرينج لوس وستينيتس، بس التمبانيك ممبرين زي الفل، وفي بوست فاميل هيستوري. ليه التمبانيك ممبرين زي الفل؟ لان العيب مش فيه، العيب في البون اللي ماسك فيه، بيحصل فيكسيشن للبون في التمبانيك ممبرين، بمعنى انه لما بيخش الصوت ما بيعملوش اهتزاز، فمش بيتهز البون فما يتهزش معاه التمبانيك ممبرين، فالعيان يبقى عنده كونداكتيف هيرنج لوس. للاسف الشديد علاجها بيكون هيرنج ايد، او نحن نخش نشيل ميم الاستيبلز استابيليكتومي. بص بقى
عيان البيتيوتر ايبوبليكس ده هو عيان عنده سالن اونست سيفير هيديك شبه السب اراكنود هيمولوجي بالظبط، مع فوميتنج ومع نيكستيفنس وحالته كارب. العيان ده ايه مشكلته؟ العيان ده مشكلته ان هو كان عنده بيتيوتر جلاند كبيره وفجاه حصل فيها نزيف، يبقى بيغالبا يجوي نون فانكشنينج بيتيوتري ادينوما وبتكون ماكرو ادينوما وتنزف، تقوم عامله كومبريشن هي شخصيا على اللي حواليها على الاوبتيك باسوي. لاحظ بقى هنا حاجه او هنتكلم فيها كمان شويه، نوعيه الباي تيمبال سوبيريو كوادرانتانوبيا دي هنتكلم عنها كمان شويه ايه القصه. المهم اي حاجه ام ار اي عشان اشخصها في البرين، طب انا عايز اشوف بيتيوتري ابوبلكسي، انا عايز اشوف بيتيوتري جلاند، هعمل ام ار اي برين عشان اشخصها، ويز كونتراست طبعا افضل. يعني هنا علاجها، خد بقى بقى النقطه، العيان ده مشكله لما البيتيوتري جلاند بيحصل فيها نزيف بتنهار، والانهيار يعني اليسونز كرايسيس، فهنا لازم العيان ياخد ستيرويد ريبليسمنت بلس كيرفول فلويد بالانس وندخله جراحه. اهم نقطه الاليسونز كرايسيس اللي هتحصل نتيجه الميم البيتيوتري ايبوبلكسي سالن سيفير هيدك مع فيجوال فيلد افكت فومتنج ستيفنس ايا كان. البيتيوتري ايبوبلكسي محتاج هاي اندكس سسبشن حقيقه يعني عشان تشك فيه، يعني عيان عنده مشكله اصلا بقاله فتره وفجاه قامت قلب، يعني كان عنده هيدك وعنده مثلا بايتيمبل هيما انوبيا وعنده بليرنج فيجن وفجاه من قلبها بصارن اونست سيفير هيدك، ده تتوقع عطونا هو كان عنده بيتيوتري ليجن وبدات تنزف. البوست لامبر بانكشر هيدك هو صراحه لما بيسالك ايه هي الحاجات اللي ممكن تخلي الصداع ده يحصل، بيكون الجزء اللي على الشمال ده انكريز دي نيدل سايز، طولها البيفل بتاع الدايركشن وانت داخل عامل ازاي، او الستايلت بتاع الابره ما غيرتوش نوت ريبليسنج ذا ستايلت، او كذا مره بتعمل محاولات لامبر بانكشر، دي كلها تخلي العيان عنده بوست لامبر بانكشر هيدك مش الحاجات اللي على اليمين. علاجها سبورتيف بان العيان ياخد انالجيا ويرتاح، ولو الحكايه مكمله بقالها 3 ايام ومفيش نتيجه لازم تدي علاج عشان تمنع الصاب ديول هيماتوما، هنا وقتها نعمل حاجه زي البلاد باتش او الايبيديوال سالاين او الانترا فينوس كافيين. يوجوالي هيسالك عن البلاد باتش، فلو جت سيري بلاد باتش في الام سي كيو افتكر البوست لامبر بانكشر هيديك. الرمزي هانت ده عباره عن هيربس زوستر، بس فين بقى؟ حوالين العين، حوالين بيكون في الديستريبيوشن بتاع الكرينيال نيرف بتاع الفيشيال نيرف اللي هو 7، فتلاقي العيان يوجوالي عنده اوريكولار بين في الاول فيشيال بولسي، بس الفيشيال بولسي مميز مع حاجه راش اراوند الاير، فيزيكولار راش اراوند الاير. لما تلاقي فيشيال نيرف بولسي بلس فيزيكولار راش اراوند الاير يساوي هيربس زوستر اوتيكس، دي اسمها رامزي هانت سندروم وعلاجها اورال اسايكلوفير ويز كورتيكوسترويد عشان يريديوس الانفلاميشن، ده كلام مهم جدا. يبقى الرامزي هانت عباره عن فيشيال بولسي بلس فيزيكولار راش. بص بقى يا سيدي، لما تلاقي العيان بقى يقول لك ان انا جايب الليل بحرك رجلي بغباوه تحصل له بالليل وممكن تكمل لحد طول اليوم، ولما يرتاح يا عيني تضايقه اكتر مش عارف مالها يا دكتور، ويقولك انا حاسس كان في حاجه بتتزحلق على رجلي كراولينج او ثروبنج سنسيشن في ايه في رجلي، دي حاجه اسمها ريستلس ليج سندروم من اسمها، العيان مش مرتاح عمال بيحرك رجله بان كنترول دي ايدج بطريقه بشعه. لو لقيت الاعراض دي يا عم الحاج اديله بروبينيرول، لو قالك ممكن تدور على ايه في حاله زي دي دور على ايرون ديفيشنسي انيميا، اذ ربما تكون هي السبب. السيمبل ميجرز يوجوالي بنعملها مع العيان، ولو دورنا على اير ديفيشنسي انيميا ولقيناها موجوده هنعالجها، لكن اهم حاجه ان هو يسالك في العلاجات نفسها العيان بياخد ايه، بياخد دوبامين ريسبتور اجونست زي البراميبكسول او الروبينيرول، واكتر حاجه بتيجي الروبينيرول. ريستلس ليج سندروم روبينيرول، ريستلس ليج سندروم روبينيرول. راي سندروم لو تفتكر الطفل اللي كان عنده مامبس ولا ميسلز وبعد كده ادينا اسبرين عشان خاطر نظبط له السخونيه يخش في اكيوت ليفر فيلير، هو ده عيان الراي سندروم، يجوي سنه سنتين فايرال النس يخش بعدها في كوما فاتي انفلتريشن في الكيدني والبنكرياس والليفر مع هايبوغلاسيميا، للاسف المانجمنت بتاعنا
supportive treatment، وعلى الرغم انه ال prognosis improved في السنين الاخيرة الى ان المورتاليتي ريت ممكن توصل لحد 25%. ده الري سندروم. بصوا بقى سيدي معايا، عشان الاختبار ده دايما احنا بنتلخبط فيه، الريني والويبر تيست. الريني والويبر تيست، لاحظ حاجة، الريني تيست، الريني تيست ده ايه وظيفته؟ ده وظيفته يشوف ال الكوندكتيف هيرنج لوس موجود ولا لا، الكوندكتيف هيرنج لوس موجود ولا لا. اما الويبر تيست عشان خاطر السنسوري نيورال هيرنج لوس، سنسوري نيورال هيرنج لوس. الريني تيست بنحط السكر اننا زي ما احنا بنقول كده بالظبط كده، عشان خاطر نشوف انت سامعها ولا لا، مره عن طريق الهواء ومره عن طريق مين، البون، مره نحركها قدام ودنك ومره عن طريق مين، البون، ونشوف انت سامع كويس ولا لا. ايه قصه الريني والويبر؟ الطبيعي، الطبيعي ان انت لو ما عندكش اي مشكله في السمع، لا كوندكتيف ولا سنسوري نيورال، ان انت هتسمع عن طريق الهواء احسن من البون، ده في الكوندكتيف. وانه السنسوري نيورال يعني السنسيشن في الناحيتين انتكت، ميد لاين ريزلت. يعني الويبر ده عباره عن السكر اللي احنا بنحطها على قرطك في النص، ونشوف انهي ودن منهم بتبرسيف السمع احسن. ده الويبر تيست. الريني زي ما قلنا بتاع الكوندكتيف هيرنج لوس، والويبر بتاع مين، السنسوري نيورال هيرنج لوس. فلاحظ معايا، لو العيان مشكلته كوندكتيف هيرنج لوس، لو قلنا ان الودن اليمين هي اللي فيها المشكله، فده معناه ان الودن اليمين مش بتسمع عن طريق الهواء كويس، فتلاقي البون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن في الرايت اير، ده فيها كوندكتيف هيرنج لوس. طب السؤال الجاي، هو الويبر تيست بيتست مين، سنسوري نيورال هيرنج لوس، صح؟ حلو قوي. طيب وانا لو عندي كوندكتيف هيرنج لوس، يعني عندي الودن ده اهي فيها مشكله، هنا اهو البون احسن من الاير، يعني في هنا الكوندكشن هنا مش حلو، فالطبيعي الويبر تيست هيلاترايز لانهي اير، للاير دي معروفه، هيلاترايز لمين، لنفس الاير. ليه يا عم الحاج؟ لان الويبر تيست مبني ان احنا حاطين فين السكر ده اصلا، على البون، حاطين الويبر تيست فين، على البون، فحاطينه على البون، فالبون احسن ناحيه مين، اليمين، وعشان كده السنس الامبلس هتوصل احسن ناحيه اليمين. يبقى لو كوندكتيف هيرنج لوس، هتلاقي البون كوندكشن احسن من الاير في الرايت اير، وهتلاقي الويبر بيلاترالايز لمين، للرايت اير اللي هي فيها البون احسن، عشان التست محطوط على البون. افرض بقى عندك سنسوري نيورال هيرنج لوس، وقتها ما عنديش مشكله في البون كوندكشن، يعني الاير كوندكشن احسن من البون كوندكشن ناحيتين، مفيش ازمه. امال امتى بقى اعرف بقى ان في سنسوري نيورال هيرنج لوس؟ بقى لما اعمل ويبر تيست، تلاقي بقى الان افكتد اير سامعه والافكتد اير لا، لوجيك سنسوري نيورال هيرنج لوس في ودني اليمين، يعني ان انا لما اعمل ويبر تيست الشمال بس اللي تسمع، انما اليمين لا، عشان تعرف فكره ليه بتلاترلايز تو الان افكتد اير، دي اسمها الويبر تيست في حالات السنسوري نيورال هيرنج لوس. الاستروك، بص يا عم، احنا عندنا قدام وفي النص وورا، الانتيريور سيربال ارتري بيأفكت اللور ليمب اكتر من الابر ليمب، الانتيريور سيربال ارتري بيأفكت اللور ليمب اكتر من الابر ليمب، الميدل سيريبرال ارتري بيأفكت الابر ليمب اكتر من اللور ليمب. افتكر حاجه، انتيريور سيربال ارتري يفكرك بالفرنتال لوب اللي بيشتغل على الحركه بتاعه رجليك، عشان تفتكر ان الانتيريور سيربال ارتري بيأفكت اللور ليمب اكتر من الابر، هيميبليجيا لور اكتر من ابر. اما الميدل سيريبرال ارتري على النقيض، يأفكت الابر ليمب اكتر منين، من اللور ليمب، ودي اكتر حاجه بتميز الاثنين من بعض في الامتحان. البوستيريور سيربال ارتري رايح لمين، اوكسيبتال كورتكس، فتلاقي العيان مشكلته فين، في النظر، فيجوال اجنوزيا وهرمون مصيمة انوبيا وزماكلر سبيرنج، هو ده مشكلته. من شويه قلنا الويبر، الويبر تيست بتاع الميد برين ده اللي هو كان عنده كرينيال نيرف 3 بولسي، اللي هو عينه بتبص تحت والبره، وكونترالاترال هيمبليجيا ابر ولور ليمب، ده اسمها ويبر تيست، ده ميد برين ليجن. ومن شويه برضو قلنا البايك، البايك اللي هو لاترال ميدلري سندروم اللي هو الوالنبرج، ماشي، اللاترال ميدلري سندروم اللي هو الوالنبرج، في بقى حاجه اسمها لاترال بونتاين سندروم اللي قلناها من شويه، اسف مش ميديا، لاترال بونتاين سندروم دي كوزد باي ايك،
فاكر لما بقول لك انه لو كان في فيشيال بورس تبقى ايكا، اهو بص كده هتلاقي في الايكا اهو اللي هو البونتاين سيندروم فيشيال باراليسز اند ديفنس. فيشيال باراليسز ركز في ده اهي، لانه في الميديال مش بيكون في فيشيال بارس، ولكن بيكون فيشيال بين اند تمبريتشر لوس. يبقى خد بالك من ده، ان العيان بيكون عنده لمب اند تورسو بين، يعني العيان عنده بين في وشه لكن مش باراليسز، يعني مش فيشيا بولسي. هو المشكله فين؟ هو المشكله في الاحساس. لو المشكله في الاحساس في وشه يبقى بايكا، لو المشكله في الحركه في وشه تبقى ايكا، سينس ان الفيشيال نيكلاس موجوده في البونز اصلا، فده بديهي ومنطقي. طبعا لو المشكله في ريتنال الاوفثالميك ارتري ده اماروزس فوكس على طول، العيان اعمى مش شايف بينلس. ولو في البازلر ارتري ده اللي هو بيسبلاي كل البينستيم، فالعيان للاسف الشديد بيكون كومبليتلي بارالايزد مسلول، جاست ان هو بيحرك عينه، بيسموها لوكت ان سيندروم. بعد كده هنتكلم عن الاستروك تايبس. بص بقى يا سيدي، انت بتدور الاول العيان فيه يونيلاترال هيمي باراليسز او هيمي سنسوري لوس فيس ارم ليج ولا لا، ادي حاجه. الحاجه الثانيه فيه هيمونوموس هيمو انوبيا ولا لا، ادي اتنين. الحاجة التالتة فيه مشكلة كوجنيتيف زي الديسفيزيا ولا لأ، ادي تلاتة. يبقى نظر كلام احساس وحركة. التوتال انتيريور سيركيوليشن انفاركشن انك تلاقي التلاتة اللي فوق مع بعض. لما تلاقي منهم اتنين بس يبقى اسمها بارشيال انتيريور سيركيوليشن انفاركشن. حلو. اللاكينر انفاركشن بقى يجوري بتكون ماتش مور سبيسيفيك localized. العيان بيكون عنده weakness في face و arm او leg او التلاتة مع بعض، او العيان ما يكونش مشكلته في الحركة وتكون مشكلته pure sensory loss، او تكون مشكلته pure ataxic hemiparesis. يعني اللي عنده lacunar infarction usually بيكون عنده حاجة واحدة بس، يا weakness في limb واحد او كذا limb، يا sensory loss بس، يا اما التاكسيك هيمباريسيس بس. بما ان في انتيريور سيركيوليشن انفاركشن، في حاجه اسمها بوستيريور سيركيوليشن انفاركشن، دي بتاعه الفيرتيبرو بازلر سيستم، ودي بقى بيكون فيها واحده من ثلاثه، سيريبيلر او برينستيم سيندروم، او يفقد وعيه، او ايزوليتد هيمونوموس هيمي انوبيا. ايه فايده الكلام ده؟ هقول لك حالا في الجايد لاينز بتاعتنا. اي عيان ستروك داخل لك وعملت سيتي هيد وطلع العيان كويس ما عندوش نزيف، هياخد اسبرين سواء كان اورال او ريكتال، بندي اورال غالبا. العيان لو وقف فده بنسميها كارديو امبوليك ستروك، محتاج انتي كواجيشن، اديه على طول؟ لا، should be delayed for 2 weeks 14 يوم from onset of stroke عشان ما يحصلش هيموراجيك ترانسفورميشن، ده عكس البراكتس اللي بيحصل. فلو انا العيان انديكيتد لانتي كواجيشن هياخده بعد اسبوعين، ولو العيان indicated statins زي ان الكوليسترول يكون اكتر من 3.5 لازم ياخده، بس برضو بعد 48 ساعة من الانصت، برضو عشان risk of hemorrhagic transformation نتيجة الستيتنز. وبجد انه بيحصل كده مع مين؟ مع الستيتنز. امتى عمل thrombolysis؟ خلال 4.5 ساعات من الانصت of symptoms. لو خلال 4.5 ساعات من الانصت of symptoms and there is no contraindication هتعمل مين؟ thrombolysis. لو العيان candidate for thrombolytic therapy لازم ضغط العيان يقل ل 185/110، 185/110 او اقل من كده. ولو هعالجه بحاجة هديله IV لابيتالول او نيكاردبين او كليفيديبين. طبعا اللابيتالول هو اشهر حاجة موجودة في الاسئلة وتسأل فيها، واخد بالك من الضغط؟ ها ضغطه ينزل ل 185/110، فما يكونش عيان جايب بريزنت خلال 4.5 ساعات وضغطه 200 على 120 وتقول نيكست ستيب ثرومبولايسيس، غبي. لازم الضغط ينزل الاول، ده مقلب من مقالب بيجيبهالك في الحالات، ان هو يكون فعلا عيان بقاله ساعتين تعبان وطلع ستروك وعاوزين يديه ثرومبولايسيس، بس المشكله ضغطه عالي 200 على كام؟ على 120. هي لازم العيان الاول تنزل ضغطه، يبقى الفيرست ستيب او النكست ستيب في العيان ده ايه؟ اريديوس بلاد بريشر ل 185/110، وبعدين نتفاهم وندي مين ثرومبولايسيس. سكر العيان لازم يكون بي مينتند بين 4-11 ملي مول على الليتر. لو سالك عيان ستروك وعايز اعمل له اسسمنت للديسابيليتي
اعمل لها اسسمنت ازاي يا ابني؟ الاجابه بارسل اندكس. بارسل اندكس هو اللي بنستخدمه عشان الديسابيليتي في البيشنت بتاع الاستروك. بص بقى، اي عيان عنده بروكسيمال انتيريور سيركيوليشن استروك ممكن في خلال 6 ساعات اعمل له ثرومبكتومي، او لو في خلال 4 ساعات ونص اعمل ثرومبكتومي وثرومبولايسيس الاثنين سوا مع بعض. بقى لو العيان عنده انتيريور سيركيوليشن استروك، بروكسيمال انتيريور سيركيوليشن استروك، في خلال 4 ساعات ونص هدي له مين ومين سوا؟ ثرومبولايسيس وثرومبكتومي. طب افرض ان هو في اول 6 ساعات اعمل له مين؟ اعمل له بس ثرومبكتومي، يعني اشيلها ميكانيكال، يعني ايه؟ بقسطره. طيب لو العيان بقى معدي 6 ساعات، فمن 6 ل 24 ساعه لو العيان عنده بروكسيمال انتيريور سيركيوليشن ستروك ممكن برضو اعمل له ثرومبكتومي. بس امتى بالذات؟ يعني لما تلاقي ان الديفيوجن ويت ام ار اي سيكونس بيقولك ان في ليميتد انفاركت كور فوليوم. لو في ليميتد انفاركت كور فوليوم، العيان ده في خلال من 6 ل 24 ساعه ستيل كانديديت فور ثرومبكتومي. ادي 2. 3 بقى، لو عندي بروكسيمال بوستيريو سيركيوليشن ديفكت اللي هو بازلر او بوستيريو سيبال ارتي، والعيان جاي في خلال 4 ساعات ونص، اهو ما اعمل ثرومبكتومي وثرومبولايسيس. حلو الكلام. ده نقطه مهمه جدا جدا ما بيسالش فيها كتير برضو، انك تلاقي فيه ليميتد انفاركشن كور فوليوم في الديفيوجن ويت ام ار اي سيكونس. بالمناسبه هنتكلم فيها حالا. يعني العيان لو عايز تدياجنوز قوي 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 ستروك، يعني الديفينيتيف دياجنوز ليها هي ديفيوجن ويت ام ار اي. ديفيوجن ويت ام ار اي عشان تعمل بريفنشن. ركز، انا من شويه قلت لو العيان في ستروك حالا هديله اسبرين. لو همشي بقى على بريفنشن، الكلوبيدو جير رقم 1، والبديل بتاعه اسبرين بلس داي باي ريدامول لو كان الكلوبيدو جير كونترا انديكيتد او انتولرابل. امتى اعمل اند ارتري ان كاروتيد ارتري اند ارتريكتومي؟ اولا لو كان عندي ستروك او تي اي اي في انترنال كاروتيد تيريتي الاول، يعني لازم تكون فين؟ انترنال كاروتيد مش اكسترنال كاروتيد، ويكون ستينوز ده اتليست اكتر من 70%. يبقى هو لو ستينوز ده اكتر من 70% اثبت على الرقم ده في الانترنال كاروتيد، اعمل له كاروتيد اند ارتريكتومي. لاحظ حاجه، لازم يكون الانترنال كاروتيد الاستينوز ده هو اللي عامل المشكله. وليكن لو ان العين عنده ليفت سايد هيمبليجيا مثلا، وطلع الكاروتيد اللي ضيق الليفت 70%، هعمل له حاجه خالص. ليه؟ هو مش عامل اعراض. امال انت عايز مين؟ انا عايز الرايت. لو الرايت هو اللي اكتر من 70% هتدخل، هعمل كاروتيد ارتري اند ارتريكتومي. التي اي اي ده بقى نفس اعراض الاستروك بس ترانزينت خلال يوم، برضو بدي اسبرين زيه زي عيان الاستروك بالظبط، ثم سبيشالست ريفيو. وهنا بقى لاحظ حاجه مهمه قوي، العيان لو جاله 2 تي اي اي في خلال اسبوع شود بي ادميتد تو هوسبيتال. تاني اللي هي الجمله رقم كام يا عم الحاج؟ يعني اللي هي الجمله رقم 1، العيان لو جاله اكتر من تي اي اي في خلال اسبوع، العيان لو جاله اكتر من تي اي اي خلال اسبوع should be admitted، وهن investigate عادي، بس لازم يحصل له مين؟ admission. ده نقطة مهمة قوي قوي، ودي اكتر حاجة بيسأل عليها. بعد كده ال MRI diffusion weight and blood sensitive sequences is the preferred to determine the territory of ischemia أو detect the hemorrhage أو alternative pathologies. فهو احسن حاجة عشان اعمل بريفنشن برضو للتي اي اي هدي كلوبيدوجريل، ولو هدي الترناتيف هدي اسبرين بلس داي باي ريدامول. خد بالك بقى عشان خاطر الانتي بليتليك جايد لاينز مختلفه بين الكارديو وبين النيورو. هناك اسبرين تيكاجليرول لمده سنه وبعد كده اسبرين لايف لونج، هنا كلوبيدوجريل هو رقم 1 اصلا اساسا. التينيتس يفكرني بالمنييرز اللي قلناه من شويه، التينيتس يفكرني بالمنييرز ديزيز، وده تراياد اوف تينيتس وفيرتايجو وسنسوري نيورال هيلينج لوس.
تينيتاس وفيرتايجو وسنسو نيورال هيلينج لوس، وده اللي قلنا مدينه ميم برو كلوروبرازين او كده فور اتاكس وفور بريفنشن، مدي ميم بيتا هستين للفيرتايجو. في حاجة بقى اسمها ترانزيان جلوبال امنيجيا، ولا حاجة هبلة كده، عبارة عن ان العيان مثلا ايه مش فاكر حدث معين او مدة زمنية معينة. طبعا الحكاية بتلاقي العيان الان وعمال يسألك 100 مرة ايه المشكلة. هنا الحكاية دي بتكون يوجوالي ترانزيانت سكيميتو سلامس بالذات الاميجدالا والهيبوكامبس، والحكاية بتكون ترانزيانت زي ما هو مكتوب من اسمها مش بيرمنت، فما تخوفش العيان ولا تقول له اي حاجة. بص بقى سيدي، احنا عندنا بقى هنا حاجة اسمها فيستيبولار نيورونايتس اول واحدة، وحاجة اسمها فيرال لابرينثايتس تاني حاجة. عشان نتفق، الفيستيبولار سيستم ملوش دعوة بالسمع، امال هو بتاع ايه؟ اتزان. وبالتالي العيان عنده اعراض فيرتايجو ونوزيا فومتنج ونستجمس، بس ما عندوش هيرنج لوس. ما عندوش ايه؟ هيرنج لوس. ليه؟ لان ده فيستيبولار. اللي عنده بقى فيرال لابرينثايتس، اللابرينث ده الجهاز بقى اللي فيه مين؟ السمع. وبالتالي العيان بتاع اللابرينثايتس عنده نفس الاعراض بتاعه اخوه اللي فوق، ولكن زياده عليها هيرنج لوس. يبقى لو العيان عنده فيرتايجو ونوزيا وفومتنج ونستجمس ومعاهم هيرنج لوس، يبقى فيرال لابرينثايتس. لو العيان ما عندوش هيرنج لوس تبقى فيستيبولار نيورونايتس. والجدير بالذكر كلاهما بيكون بريسيدد بفيرال انفكشن. الاثنين يوجوالي بيكونوا بريسيدد بفيرال انفكشن. البكال او الانترا ماسكولار بروكلورو برازين برضو هنا بيبروفايد رابيد ريليف في السيفير كيسز في العيالين دول، سواء كان ده او ده. بص بقى سيدي، برضو ده من الاسئله اللي جت في الامتحان قريب، الفيستيبولار شوانوما او الاكوستيك نيوروما. دي مشكلتها في الكرينيال نيرف رقم كام بقى يا سيدي؟ 5 و7 و8. 5 و7 و8. 5 و7 results in absent corner reflex. Results in absent corner reflex. 5 بالتحديد. 7 العيان يكون معاه في الشير بولسي. و8 العيان يكون معاه اعراض فيرتايجو ونستجمس وهيرنج لوس، which is sensorineural. اذا الشيء المميز للفيستيبولار شوانوما او الاكوستيك نيوروما هو absent corner reflex. absent corner reflex مميزة قوي قوي قوي. مين؟ الاكوستيك نيوروما، عشان تفتكرها في الامتحان. لما تلاقي فيشيال بولسي بلس absent corner reflex، لما تلاقي فيشيال بولسي بلس absent corner reflex يساوي فيستيبولار شوانوما. لا تنسى لما قلنا في الاول البايلاترال فيستيبولار شوانوما بتحصل في النيوروفايبروماتوزيس تايب 2. عشان تشخصها محتاج ام ار اي اوف سيريبيلو بونتاين انجل، ده المكان اللي بيطلع فيه غالبا الورم. فيستيبولار شوانوما او الاكوستيك نيوروما، العلاج هنا بيكون يوجوال سيرجري وريديوثيرابي واوبزرفيشن. ما هو ورم، فالعلاج بيكون يوجوال كومباينيشن اوف سيرجري وريديوثيرابي او اوبزرفيشن. الفيجوال فيلد ديفكتس تعالوا بقى نتكلم عنها. بص يا سيدي، لما اقولك ان انا عندي ليفت هومونوماس هيمانوبيا، هذا يعني انه الفيجوال فيلد ناحيه الشمال في مشكله، فهذا يعني ان المشكله في الرايت اوبتيك تراكت. اتكلم عنهم حالا. لما اقولك ان في هومونوماس كوادرانت انوبيا، بص بقى هي تحشيشه كده اسمها بيتس، زي ما هو كده كده بالظبط اهي. تاني واحده هنا اهي برايتال ها انفيريور، يعني البرايتال لوب ليجن تعمل انفيريور كوادرانتانوبيا، يعني الربع اللي فيه مشكله تحت. تيمبرال سوبيريور، يعني لو كانت المشكله في التيمبرال لوب يبقى الربع اللي مضروب فين في الرؤيه اللي فوق اسمه سوبيريور كوادرانتانوبيا. في حاجه اسمها ان كونجرس ديفكت وفي حاجه اسمها كونجرس ديفكت. واضح من انه كونجرس يعني متماثل وان كونجرس يعني غير متماثل. احنا عارفين احنا عندنا 2 اوبتيك تراكتس، بس عندنا اوبتيك راديشن واحد، ولذلك لو واحد بس يدي مين ليجن ايه سيمتريكال بيسموها كونجرس ليجن، يعني يبقى ليجن في الاوبتيك راديشن اللي هو واحد بس او الاوكسيبيتال كورتكس ريزلتس ان مين كونجرس مين ديفكت. اما الانكونجرس ديفكت يبقى المشكله فين بقى يا عم الحاج؟ في الاوبتيك تراكت ليجن، في الاوبتيك تراكت ليجن زي ما قلنا سيمتريكال واسيمتريكال. حلو قوي. بص بقى يا سيدي، اذا بقى لو جينا نطبق الكلام ده كله
لو عندي incongruous lesion يبقى مشكلة في الأوبتيك تراكت، لو عندي congruous lesion متماثلة يبقى في الكورتكس أو في الأوبتيك راديشن عشان هو واحد، لو كانت congruous lesion معها macular sparing يبقى ده أبصم بالعشرة إنه المشكلة في الأوكسيبتال كورتكس. يبقى ما يميز الأوبتيك راديشن ليجن عن الأوكسيبتال هو مين؟ المكيلر سبيرينج. لما نقول الهومونوماس كوادرانتانوبيا افتكرت بيتس، برايتال يعمل انفيرير هومونوماس كوادرانتانوبيا اي، والتيمبرال يعمل اس سوبيرير هومونوماس كوادرانتانوبيا. اما لو قلت لك بقى ان عندي باي تيمبرال هيما انوبيا يعني الفيجوال فيلد من بره، ايه مشكلته؟ مش متشاف. فهذا يعني ان انا عندي ليجن في الاوبتيك كيازما نفسها. الاوبتيك كيازما دي تحتها مين؟ البيتيوتري جلاند اصلا. فلما يبقى عندي بيتيوتري تريومر تضغط على الكيازما من تحت، وهنا عكس عكاس، لو الضغط على الكيازما من تحت الفيجوال فيلد افكت يكون في الربع اللي فوق اكتر. يبقى الانفيريو كيازما الكمبريشن يخلي الابر كوادراند افكت اكتر من اللور. على النقيض في حاجة اسمها كرينيو فرنجيوما، ورم كده في الأطفال الصغيرين بيجي من فوق لتحت بيضغط الكيازما من فوق، ده بيعمل superior chiasmal compression. فلما يضغطها من فوق يعمل inferior quadrant defect أكتر من superior اللي هو lower quadrant أكتر من upper quadrant defect. افتكر دايما إنه pituitary gland تحت اهي في رسمها في البرين في شكلها في الأناتوم يعني، وفوقها على طول مين؟ الأوبتيك كيازما. يعني هي لما بتضغط بتضغط منين؟ من تحت. يعني بتعمل ليجن فين؟ في الأبر كوادرانت. في حاجة عندها اسمها فون هيبل لينداو سندروم. افتكر بقى، بص احنا قلنا في التيوبر سكليروسس وفي النيوروفايبروماتوز بيعملوا مين؟ ها هامرتوما هامرتوما هامرتوما، ابوس ايدك هامرتوما. هنا اسمها هيمانجيوما اهي، هنا اسمها مين؟ هيمانجيوما، سيريبيلر هيمانجيوما تعمل سب اكرون هيموج، ريتنال هيمانجيوما تعمل فيتروس هيموج. هيمانجيوما ده ورم وعائي مليان بلاد فيسلز، وبالتالي لو فتح نزيف ما بيقفش. الفون هيبل لينداو تتشابه مع النيوروفايبروماتوز في ان هي بتعمل ميم في كروموسايتوما، وتختلف عنه في ان هي بتعمل سيستات في اماكن كتير، بس يعني يهمني جدا جدا الرينال سيست، اصل هي بري مالجنت للاسف، وبتعمل نوع من انواع الاورام في الكدني يعني مش بنسمع عنها كتير، اسمها كلير سيل رينال سيل كارسينوما، وبتعمل كمان نوع من انواع الساكس اندولينفاتيك ساك تيومرز، اندولينفاتيك ساك تيومرز. يعني حاجه زي الفون هيبل لينداو ممكن تخلي عيان عنده نزيف في العين فيبقى عنده بلايندنس، وفي نفس الوقت عنده مين؟ نزيف في المخ، فيدي اعراض مين؟ سيريبيلر. بقى فين سيريبيلر؟ اتاكسيا ونوزيا وفومتنج ونستاجماس كده، ده سيريبيلر هيمانجيوم. الفيرنيكيز انسيفالوباثي تطلع ايه دي بقى عم الحاج؟ ده الناس الالكحوليك زمان جدا جدا اللي هم عندهم نقص فيتامين بي 1. نقص فيتامين بي 1 بينتج عنه ثلاثيه، ماشي؟ ثلاثيه هنقولها بكلمه تاك، تريمورز تي اي اتاكسيا او اوف ثالموبليجيا، تريمورز اتاكسيا اوف ثالموبليجيا سوري تريمورز اتاكسيا وكونفيوجن، تريمورز اتاكسيا وكونفيوجن، ده التاك اللي هو مين؟ اللي هو الفيرنيكيز انسيفالوباثي. طبعا العيان ده يوجوالي اشهر عرض بيحصل له هو النستاجمس، وبيحصل كومبليت اوبثالموبليجيا. بص البي 1 بيخش في انتاج الاي تي بي، فلما بي 1 يقل انتاج الاي تي بي يقل، فاكتر مكان في المخ هايلي ميتابوليك هو اللي بيتاثر الا هو البرين ستيم، وده اللي بينتج له عنه اعراض النستاجمس والاوبثالموبليجيا نتيجه ان كل الاوكيولار نيرف الاوكيولار نيرفز موجوده كلها اصلا 3 و4 و6 في البرين ستيم كلهم. وطبعا برينستم في كونفيوجن وكونشوس ليف بتاع العين واقع وحالته كارب. طبعا العين ده بيحتاج هاي دوز سايامين and it is totally reversible. totally reversible. لو سبت العين ده مكمل اكتر من كده الهاير سنترز بتبدأ تتأثر، وهنا العين بيخش بقى حاجات زي الممري بادز كده تتأثر، فالعين يعاني من امنيجيا بالامرين، انتروجريد امنيجيا يعني مش فاكر ايه اللي هيعمله بكرة، ريتروجريد امنيجيا مش عارف هو عامل امبارح، ومعها كونفابيوليشنز. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني العيان بيخترع احداث مش موجوده، الذاكره تحس كان فيها فراغ عنده فكل شويه يملاها باحداث ما حصلتش.
يقول لك انا مثلا قابلت الملك فاروق وسلمت عليه من ساعتين، هو اصلا مات بقاله 50 سنة. فهنا دي الفكرة، the addition of anterograde retrograde amnesia plus confabulations اسمها كورزاكوف psychosis، وعلى بعضها بيسموها فيرنيكيز كورزاكوف سندروف. طبعا اتمنى تكونوا فهمتم وجمعتوا الكلام اللي انا قلته، والى لقاء اخر في شابتر جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.